فقدت مصر اليوم رمزا وطنيا كبيرا، البابا شنودة، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. يعرفه كل المصريين من خلال مواقفه الوطنية البارزة وحرصه الشديد على وحدة الوطن. البابا شنودة ليس رمزا كنسيا فقط، ولكنه رمز وطني، رمز مصري. رحيله خسارة كبيرة لمصر لقامته التاريخية الكبيرة. ناس بوك وروتانا مصرية تتقدم بخالص العزاء إلى كل أقباط مصر وإلى كل المصريين. اسمحوا لي أقدم ضيفي النهاردة. ضيف الليلة يحمل على كتفيه مهمة تنوء بها الجبال، فهو مسؤول عن حماية تلت آثار العالم. شاء قدره أن يتولى المسؤولية بعد رحيل نظام فاسد كان أشبه بتشكيل عصابي مريض، لم يترك حبة رمل في أرض الوطن دون أن يتاجر فيها لحسابه. قدر ضيف الكريم أن يقاتل في عدة جبهات: جبهة لاسترداد آثار مصر المهربة، وجبهة لتأمين المخازن والمتاحف، وجبهة لتأمين المتاحف المنهوبة، وجبهة لاستكمال المشاريع المعطلة، وجبهة لإنقاذ الآثار التي ما زالت في باطن الأرض وتتعرض للتنقيب وربما للنهب يومياً. ألم أقل لكم أن التركة ثقيلة إلى أقصى درجة؟ ضيفي هو معالي الدكتور محمد إبراهيم، وزير الدولة لشؤون الآثار والمسؤول الأول عن حماية تاريخ عمره 7000 سنة. يعني مسؤولية كبيرة قوي قوي معالي الوزير، حماية تاريخ أمة، حماية 7000 سنة بين إيديك. فعلا هم 7000 دول ما بيزودش، احنا بقالنا كتير قوي بنقول 7000 سنة، هيبقوا 8000 امتى؟ اسمحي لي في البداية، اولا طبعا احنا عايزين يعني حضرتك تشاركني في تقديم العزاء لأقباط مصر. اتفضل يا فندم. اسمحي لي في البداية ان اتقدم بخالص العزاء الى جميع المسيحيين الأرثوذكس على مستوى العالم بكله، والى مسيحي مصر على وجه الخصوص، لأن مصر فقدت اليوم واحد من أعظم رجالها، هو البابا شنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقسية وزعيم الأقباط الأرثوذكس. وباسمي شخصيا وباسم وزارة الآثار بتقدم بكل العزاء إلى المسيحيين جميعا في مصر وخارجها. اوعى تفتكر إن ربنا يريدك كإنسان متدين إنك تؤدي فروض أو واجبات، أبداً. الله لا يعطيك فروضاً ولا واجبات، إنما عايزك تحب زي ما بيحبك، عايزك تحبه زي ما بيحبك. طب هو بيحبك إزاي؟ بيقول الكتاب: إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم حتى المنتهى، أحبهم حتى المنتهى. أنت بتحب ربنا كده حتى المنتهى؟ أحبهم ومات عنهم، فهل انت بتحب ربنا لدرجة انك انت تموت من اجله؟ البابا شنودة كان رجلا عديما حقا ووطنيا خالصا، وكان نموذجا للعلم والمعرفة والطيبة والتفاهم والمودة. الحقيقة كان يعني موسوعة إنسانية بكل الصفات الإنسانية النبيلة. الحقيقة هو كان رجلا مثقفا إلى أعلى درجات الثقافة، كما أنه أيضا كان يمثل روح المسيحية، حيث تقول المسيحية أن الله محبة.
وهو يمثل كان يمثل الحب الذي موجود في المسيحية. اسمح لي مع الوزير معنا سعادة الدكتورة منى مكرم عبيد على الهاتف. أهلا وسهلا سعادة الدكتورة. أهلا بك يا هلا. بنتقدم ليكي ولكل الإخوة الأقباط بخالص العزاء. الحقيقة خبر يعني إحنا كلنا نشأنا ومعنا هذا هذه الشخصية الفذة الوطنية، فإحنا كلنا مصر كلها في حزن على فخامة البابا. تفضلي يا دكتور. طبعا إحنا كنا منتظرين وفاة البابا، بس مهما يكون كان صدمة فظيعة بالنسبة لنا النهاردة لما سمعنا الخبر. فبالنسبة لنا ده مش بس بابا، بس بابا فعلا، يعني كان الواحد يحس انه له اب بيحتضن المصريين كلهم. كان محافظ على النسيج الوطني، وبالنسبة لي انا كان شخصيا لانه كان قريب قوي من عائلتي. لما ابتدى حياته ابتدى كصحفي في الكتلة الوفدية اللي كان يرأسها مكرم عبيد. فكان في صلة شخصية بيني وبينه. أول ما يعني خلصت الكتاب عن مكرم عبيد كان له كلمة جميلة داخلها وأهديته بها. أنا شايفة أن ده مصاب كبير مش بس للمصريين، للعرب. ده كانوا بيسموه بطرك العرب. أيوه. عشان اهتمامه بالقضايا القومية والعربية والوطنية. يعني ده شخص فاز عظيم. وفقدنا قامة كبيرة. كان عنده حكمة، كان عنده حكمة يقدر يمتص فوران الشباب ودعم الوحدة الوطنية. وكان فاهم يعني ايه الوحدة الوطنية، مش بس الشعار. عشان كده هو حافظ على هذه الوحدة حتى في ظل التوترات وفي ظل الاضطرابات. كان الحكمة اللي عنده لأنه كان بيمثل الروح المسيحية اللي هي المحبة والتسامح. اسمحي لي يا دكتورة وحضرتك تظلي معنا على الهاتف. معنا أيضا سعادة النائب أمين اسكندر. أهلا وسهلا سعادة النائب. أهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا العزاء لكل مصر. اتفضل يا فن العزاء. نحن بنتقدم معك للعزاء لكل مصر، لان يعني كان وطنيا مصريا من الدرجة الاولى، وزي ما الدكتورة منى مكرم عبيد ساعد في الحفاظ على نسيج المصري والوحدة الوطنية لسنوات طويلة جدا، وربما يعني قابلته عقبات كثيرة وأزمات خطيرة، ولكنه كان يستطيع أن يستوعب جموع الأقباط في مصر. واتفضل سعادة النائب تقول يعني قداسة البابا شنودة المتنيح العظيم. يعني فقدته مصر في ظروف صعبة جدا. فقدته أمة العرب حيث كان يسمى ببابا العرب بعد المواجهة الشرسة التي كانت بينه وبين أنور السادات، عندما كان يطلب أن يذهب، يطالبه بأن يذهب إلى القدس. فكان له كلمته الشهيرة: لن نخون العرب، أو لن نكون خونة العرب، ولن أذهب إلى القدس إلا مع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر. قداسة البابا شنودة يعني استلم القيادة الروحية للكنيسة الأرثوذكسية في 71 بعد رحيل بابا قبله، وكان عظيما الراحل المتنيح الكبير أيضا البابا كيرولوس، وكان على علاقة وثيقة بالزعيم جمال عبد الناصر، وكان يمثل القوى الناعمة لمصر في أفريقيا وفي حوض النيل. ويعني كان له دور عظيم جدا في دور الكنيسة الأرثوذكسية، كما كان للمتنيحنا الكبير الراحل البابا شنودة الثالث
دور عظيم في نشر الأرثوذكسية في بلاد المهجر، وفتح كنائس عديدة جدا تحت قيادة الكنيسة الأم، تحت قيادة كرسي الإسكندرية الشهير والأشهر للكنيسة الأرثوذكسية ماري مرقس الرسول. واستطاع قداسة البابا في فترة وجوده على رأس الكنيسة المصرية أن يدير بحكمة وحنكة وسماحة وحب وذكاء وثقافة واسعة أزمات مر بها الوطن ومرت بها الكنيسة المصرية. فيكفي أن أقول لك من 71 حتى رحيله ما يزيد عن 180 حادث توتر طائفي شديد، ورغم ذلك تمسك البابا بدور الكنيسة في قلب الدولة المصرية، وتمسك البابا بوحدة نسيج الشعب المصري. اسمح لي سعادة النائب، يعني في هذا الموقف لازم نذكر الموقف الأخير حين اشتدت حدة الطائفية وأحداث ماسبيرو، وكان الموقف في تأزم شديد، وعلى الرغم من ذلك كانت هناك أصوات يعني متشددة بتقول أو عرضت بعض الدول التدخل الأجنبي وإنقاذ أقباط مصر، ووقف لهم بشدة وقال هذا غير مقبول وغير مطروح وغير ولا يسمح لأحد أنه يتدخل في سيادة مصر. للبابا شنودة الثالث المتنيح الكبير مقولة شهيرة جدا، مصر وطن يعيش فينا. أيوة. فأنا قداسة البابا شنودة بالنسبة لي هو تاريخ مصر، هو حضارة مصر، هو تاريخ كنيسة الفلاحين المصريين ماري مرقس الرسول، هو تاريخ وحدة نسيج الشعب المصري، هو تاريخ عروبة مصر، ولذلك سمي بابا العرب. فإحنا بنتحدث عن قيمة كبيرة فقدناها، وعلى أمل أن نعوض خيرا، وبالذات في هذه الظروف الصعبة اللي يمر بها الوطن. وفي اعتقادي أن صمود الكنيسة المصرية كما صمد الوطن مصر الحبيبة في محن كثيرة، أعتقد أن احنا سوف نعبر هذه الأزمة إن شاء الله، ونطلب للمتنيح الكبير الرقاد في أحضان القديسين ومغفرة الخطايا لنا جميعا يا رب. شكرا سعادة النائب. وسؤال لك ولسعادة الدكتورة منى مكرم عبيد وهي ما زالت معنا على الخط. ذكرت أنه نتمنى أن ينعم الله على مصر بخلف صالح مثل قداسة البابا شنودة، يستطيع أن يحافظ على تماسك الأمة وتلاحم الشعب المصري. هل هناك أسماء مطروحة؟ ما هي الصورة في يعني في رأيكم؟ تفضل يا دكتور. نوطي التلفزيون بس عشان ما يبقاش فيه. أيوة. دكتورة منى. أيوة. اتفضلي هيكسب معانا. أيوة. رأي حضرتك في تصورك وتصور الأستاذ أمين اسكندر، يعني نتمنى أن ينعم الله على مصر بخلف يعني يعوضنا عن يعني ويكون على نفس المستوى والقيمة العظيمة التي تركها البابا شنودة في مصر من تلاحم وتآلف بين المصريين جميعا. من هي الأسماء المطروحة أو في تصوركم من الاسم المطروح في هذه الحالة؟ لا، في سابق الأوانه سابق. لأن في كثيرين النهاردة البابا رباهم على نفس الخط وعلى نفس التفكير وعلى نفس التمسك والتمسك بأهمية وحدة النسيج الوطني. فأنا أتمنى أن اللي هيجي بعدي هيبقى يعني يمثل فعلا خليفة البابا.
أيوة. شكرا سعادة الدكتورة منى مكرم عبيد، وبنتقدم لكم مرة أخرى بتعازي سعادة النائب أمين اسكندر. كلمة أخيرة، رأيك في هذا الموضوع؟ يعني أنا في اعتقادي تاريخ الكنيسة، كنيسة مريم مرقس الرسول، كنيسة الفلاحين المصريين، كنيسة العقيدة الثابتة الأرثوذكسية، لها ثوابت. بنصلي في صلواتنا بالحفاظ على وحدة الشعب المصري، بالحفاظ على خير النيل. هذه صلوات يومية وأكثر من مرة في اليوم. فأنا أعتقد أن في ثوابت في الكنيسة المصرية تسمح لنا بالتفاؤل في هذه الظروف الصعبة، من أجل أن يأتي أن تأتي بركة الله في يعني خلف يسير على نفس الخط الوطني ويسير على خط وحدة النسيج الوطني، ويسير على خط أيضا مصر العروبة، مصر العرب. لأن ببساطة شديدة جدا كان قداسة البابا واعي قوي لفكرة جغرافية مصر وتاريخ مصر وإطلالة مصر ونفوذ مصر في العالم كله، وعبر الكنيسة استطاع أن يجسد ذلك عن جدارة. وأعتقد أن خلفه سوف يكون من نفس المدرسة إن شاء الله. شكرا سعادة النائب، شكرا والبقاء لله. وطبعا احنا يعني بداية صعبة، لكن ده هيخلينا نبص لتاريخ مصر، وانه على مدى تاريخ مصر الطويل مصر يعني مرت بمحن كثيرة جدا. وحضرتك دارس للتاريخ الفرعوني، وانا عايزة اقول معالي الوزير الحقيقة وأنا بقرأ هو عمل إيه، يعني كمية يعني جهد في مجال الآثار وتاريخ مصر، جهد رائع. وحضرتك الدكتوراه من فرنسا وتتقن الإنجليزية والفرنسية والألمانية ولك أبحاث كثيرة، وكنت شاهد على تاريخ مصر ليس فقط من خلال عملك في الإرشاد السياحي، لكن أيضا وحنرجع لحد في الإرشاد السياحي دي، لكن شاهد على تاريخ مصر. كثير من المحن مصر بتمر بيها، وبنوصل عمرنا عشنا أزمة أو ثورة في تاريخ مصر زي اللي عشناها دلوقتي. أنا بشكر حضرتك السؤال ده جدا، لأن علشان نعرف أو نتطلع إلى المستقبل لازم أن ننظر إلى الماضي. هيئة منذ بداية التاريخ المصري القديم، مصر مرت بفترات بنسميها تارة فترات اضمحلال، تارة بنسميها فترات انتقال. بعد ما يسمى بالدولة القديمة في التاريخ المصري، مرت مصر بفترة اسمها عصر الانتقال الأول أو عصر الاضمحلال الأول. ثم بعد كده مصر نهضت مرة تانية لكي تكون الدولة الوسطى. ثم بعد كده سقطت مرة أخرى في فترة انتقالية أخرى تصادف معها مجيء الهكسوس إلى مصر، وتسمى فترة الانتقال الثاني. ثم كونت الإمبراطورية العظيمة اللي هي معروفة بالدولة الحديثة، إلى أن تجيء فترة برضو انتقالية أخرى بنسميها فترة الانتقال الثالث، ثم العصر المتأخر. وعشان كده احنا حتى لما نقوم بالمزاح مع بعضنا بنقول ان الفترة اللي بنعيشها ديت عصر الانتقال الرابع يعني على سبيل المزاح يعني. لكن انا عايز اقول لحضرتك حاجه، الدرس للتاريخ زي ما قال ارنولد تويمبي المؤرخ البريطاني الشهير، ان التاريخ دايما زي العجله، عمره ما بيكون مره طول الوقت فوق ولا طول المره ولا الوقت تحت، وبالتالي بتنتقل الامم كلها بتتحرك في التاريخ كتحرك العجله. زي ما قال برضو الانسان ممكن يقع في فتره اضمحلال، لكن بياخد منها الدفعه الجديده لكي ينهض مره اخرى، والمصري دائما وابدا بينهض. عشان كده انا عندي ثقه كبيره جدا في ان المصري سوف ينهض. كل عشمنا في المولى عز وجل ثم في الشعب المصري الا تطول تلك الفتره. يجب أن ننهض مرة تانية وبسرعة جدا، ولنبني مصر مرة تانية. وأنا متأكد أن كما كان في القدم هيكون مصر في العصر الحديث مصر لها شأن كبير في المرحلة الجاية إن شاء الله. لكن هل مرت مصر بثورات عنيفة أو ثورات في الزمن القديم؟ يعني إحنا بنقول إيه
ثورة 52، ثورة 19، ده اللي احنا يعني تقريبا الثورات اللي بنذكرها في تاريخنا القريب. وجاءت ثورة 25 يناير، لكن هذا هو التاريخ الحديث. أنا بتكلم متى نهض المصريون في التاريخ القديم وصاروا بمثل هذه الثورات. الحقيقة بالنسبة كان بيعملوا مظاهرات، كان بيعملوا اعتصامات. أيوه هقول لحضرتك، كان التاريخ المصري القديم برضو حافل بكل إنه عبارة عن نشاط شعب. بعد نهاية الدولة القديمة كان هناك ما يسمى في بعض طبقا لبعض المؤرخين الثورة الاجتماعية. إن نتيجة انهيار السلطة المركزية اللي كانت موجودة آنذاك اللي متركزة في العاصمة منف، انهارت السلطة المركزية، فكل واحد بدأ يطلع حاكم إقليمي يعلن نفسه ملك، وثار الشعب المصري كله. وكانت ثورة كما هي حال بثورة الجياع، الناس كلها طلعت مرة واحدة، لدرجة أن الأدب، إحنا كل معلوماتنا عن هذه الفترة جاي من الأدب المصري القديم، لدرجة أن الأدب عبر عنها بطريقة فيها سخرية. ففي بعض الروايات يقول أن ما كانش عنده صندوق، عندها صندوقين، الصندوق اللي هو المكان اللي بيحفظ فيه الملابس، وبالتالي لما يقول أن كان عندها صندوق عندها صندوقين، لما كانش عندها مراية بقت عندها مراية، فبيعبر عن الثورة الاجتماعية. وإن المجتمع اللي هو كان موجود تحت خالص بدأ يظهر مرة تانية ويطلع على مسرح الأحداث. وبالتالي كان لابد عن أن الفكر المصري في الفترة ديت اللي هي الفترة اللي أعقبت عصر الانتقال الأول، أنه يحاول يلاقي مرة تانية ما بين المستجدات اللي مرت على الشعب. فبدأ يتواجد عقيدة اسمها العقيدة الأزورية، بعد ما كان الملك المصري هو الملك في العالم الآخر أيضا، جاء أزوريس لكي يكون هو الملك الأوحد في العالم الآخر. وبالتالي التعادل، كل المصريين هيروحوا في العالم الآخر، كل المصريين هيزرعهم عشان يأكلهم، كلهم سواسية في رحاب أوزوريس في العالم الآخر. وده كان نوع من أقلمة الفكر الجديد طبقا لما مر بيهم في التجربة الأولى. حضرتك ذكرت الاعتصامات برضو، يعني احنا ممكن نقول لحضرتك ان اول إضراب في التاريخ البشري كله اللي هو قام بيه عمال دين المدينة في عصر الملك رمسيس الثالث في الأسرة 20، لما تأخر عليهم صرف المرتبات لمدة 3 شهور متتالية نتيجة الفساد اللي كان موجود في الرمسية والوزير اللي موجود في الوقت ده، فثاروا ضد كان عندهم أحمد عز وفتح سروق فكان موجود، يعني أول إضراب في التاريخ معروف في عصر رمسيس الثالث في الأسرة 20 عشان مرتبات برضه، عشان مرتبات برضه. صدق والله العظيم يعني الشعب المصري ده طول عمره مرتباته متاخره لان كانت منطقه دير المدينه اللي هي المنطقه اللي كان بيسكن فيها العمال القائمين على تزيين المقابر الملوك في الفتره دي، بتقوم مرتباتهم على الدوله، مش يعني بيكتسبوا ارزاقهم، وبالتالي بيروح لهم الجرايه يعني الميه والعيش كل كل شهر، وبالتالي تاخرت المرتبات فثوروا وعمل اول اضراب في التاريخ معروف. يعني احنا المصريين الحقيقه اول شيء في التاريخ اخترعنا كل حاجه في اول الناس في التاريخ بما فيها الإضرابات، وإن شاء الله هننهض مرة تانية إن شاء الله بإذن الله. نرجع بقى، بما إن حضرتك ذكرت أولا في خبرين في الأول كده نخلص منهم مهمين، افتتاح معرض توت عنخ آمون في أوساكا اليوم في إطار العلاقات الوثيقة والقوية بين مصر واليابان، وأظن في تعاقد مع اليابان هي هتبني المتحف. هي مش بتبنيه، هي بتساعدنا عن طريق قرض حسن جاي للمتحف المصري الكبير، وهي بتساعدنا فيها عن طريق منظمة اليابانية للتعاون الدولي. تبقى مشكورين اليابانيين. عندهم معرض توت عنخ آمون، في جولة توت عنخ آمون الطويلة في أنحاء العالم لمدة شهرين، هيقعد أو يعني هيرجع مصر أغسطس. أيوة. في أوساكا، ثم يتكل بعد كده طوكيو إلى آخر العام إن شاء الله، لغاية آخر السنة إن شاء الله. وبعدين بعد أن طاف عددا من قارات العالم وبعض الدول الأوروبية وأمريكا وأستراليا، وبيختتم جولته من سنة 2002، يعني بقاله 12 سنة 10 سنين. انا اسف حساب ازاي 10 سنين انا نطيت، افتكرت ان احنا في سنه 2014 وان الرئيس انتخب وان البرلمان ده والواحد عايش في سنه 2014. 10 سنين بيطوف معرض توت عنخ آمون وعلامات استفهام كثيره حول ذلك. اولا طبعا احنا لازم نقولها كده من الاول، معالي الوزير انا لا اوجه لك اي لوم، وحضرتك كنت من يعني اكتر الناس امانه ووضوحا حتى في البرلمان لما رحت رديت بصراحه ووضوح، واحنا قلنا في التقديم ان حضرتك ورثت يعني تركه مثقله
بالمشاكل والهموم والفساد، يعني في أشياء كتيرة جدا، وربما الثورة جت علشان تغير أشياء كتيرة. لكن المشاكل في وزارة الآثار اللي هي بقت وزارة لسه ما اعترفوش بها رسمي، لكن لازم يعني يعملوا لها القانون بتاعها، الوزارة اتعملت قبل القانون، الوزارة فيها مشاكل كتيرة جدا جدا. أنا متأكدة أن ده طبعا عبء ثقيل جدا على حضرتك، لأنك مش أنت اللي صنعته، لكن في نفس الوقت لقيت نفسك مسؤول. فمثلا موضوع توت عنخ آمون، أسئلة كثيرة بيودوا، ودي أهم مجموعة وأكثر مجموعة في تاريخ مصر كله 7000 سنة قيمة وثروة وأهمية، والعالم كله بيعرفها. وقيل انه في النقل من حته لحته بعض الاشياء تفتتت او تكسرت او تفككت، في خطوره على الناس. كتيره بتقول انه ليه نخرج الكنوز دي بره. ومثلا انا شفت انه المعرض اللي في اوساكا احنا هناخد 10% بس من الدخل بتاعه. ليه؟ لا لا مش 10%. لا انا هقول لحضرتك حاجه برضو، وقيل ان معارض كتير قبل كده مش ايامك يعني كانت الفلوس بتروح ما نعرفش فين، حساب فين، معمول مفتوح فين. انا سوف اتحدث مع طبقا ما لدي من اوراق واتفاقات رسميه. أي. عندما تسلمت المسؤوليه في يوم 8/7 حلفت اليمين يوم 7/12 العام الماضي 2011، كان المعرض بينتقل من ملبورن في استراليا الى اوساكا. يعني هناك اتفاقيه معقوده ما بين مصر وأحد الشركات اللي بتدعمها الدولة أو بتحميها الدولة، لشركة أحد شركات التلفزيون اليابانية، وجبت العقد عشان أشوفه. العقد كان ب$7 مليون كدخل للجانب المصري، بالإضافة إلى مليون آخر نص $500,000 علشان يكون صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالآثار، و $500,000 لعمل بعض الحفائر في منطقتي سقارة والوادي الملوك. وكان عندي مشكلة أول ما تسلمت بعدها بيوم واحد، المشكلة كان عندي مشكلة في بالنسبة للرعاية الصحية بالنسبة للعاملين بالآثار. فقلت خلاص أنا ما عندناش الرفاهية إن احنا نعمل حفائر دلوقتي، قلنا ناخد $500,000 اللي كانوا موجهين للحفائر عشان نوديهم للرعاية الصحية. وجدت اللي باقي منهم $2,600,000 وتم توجههم للرعاية الصحية. فإذا احنا واخدين من المعرض ده $7 مليون غير المليون اللي بقول لحضرتك عليه ده، بالإضافة إلى 10% من بعض المنتجات اللي هتتباع على هامش المعرض. ده اللي هو موجود عندي في الورق واللي هو تم الاتفاق عليه واعتمده مجلس الوزراء، ده اللي ما تم. طب يعني ال 10% دي اللي يقال عنها اللي هي فوق بقى فوق ال 7% سبعة مليون بس مثلا، هم لو كسبوا 70 مليون احنا قلناش دعوة. يعني انا مش عارف الاطار اللي تمت فيه الاتفاقيه، لكن دلوقتي احنا بنفكر بقى بطريقه، لان الاستجواب بيطلب ده برضو مش حضرتك. أيوة. بضروره اللي هو الاستاذ مجدي عمله، طالب الاستجواب بضروره الكشف عن مصير عائدات جميع المعارض الخارجيه التي قاموا بشحنها خارج البلاد من سنه 2002 وحتى النهارده، والتي قدرت ب2 مليار، يعني ب2 مليار جنيه، ده مبلغ كبير. وفي طبعا ده ما اعرفش مكتوب في الاستجواب ولا لا، بيقول لك رددت احد الدوائر الماليه مؤسسه فيلت اونلاين الالمانيه ان تم انشاء بنك يسمى بنك توت بجزيره رودس، وكانت معظم عائدات المعارض الاثار بتذهب للحساب ده. هل حضرتك عندك اي معلومات؟ ما عنديش اي معلومات عن الموضوع ده خالص. انا لما هتقدم لهذا الاستجواب هاجي باللي عندي، الوثائق اللي عندي، وهعرضها على ممثل الشعب. هذا ما هو ما لدي. اذا كان حد عنده معلومات اخرى مثبته بوثائق فليتقدم بها الى جهه التحقيق. ده اللي ممكن اعمله دلوقتي. لكن حضرتك تقدر تقدم المعرض من سنة 2002 لغاية النهاردة عمل كام؟ طبقا بما لدي من وثائق. بس حضرتك لسه ما تعرفش عمل كام في العشر سنين؟ لا ما اقدرش اعرف لان لسه الاستجواب متقدم يوم الخميس بعد الظهر. والنبي عايزين لما حضرتك تعرف ابقى كلمني في التليفون قول لي يا هلا عشان كده احنا جبنا كذا. انا بقول لحضرتك العقد اللي انا بصيت فيه، لان كنت لازم ابص فيه قبل ما نروح نفتتحه في اليابان، كنت عايز اعرف التعاقد تم على ايه، فعرفت دي الارقام المثبته عندي في العقد اللي ما بيننا وما بين احد الشركات التلفزيون الياباني في اللي هو المعرض يقام في أوساكا وثم في طوكيو بعد كده.
قرينا برضو حاجة يعني لفتت نظري ان المبيعات اللي بتباع او الحاجات اللي بتتباع في المعرض في أوساكا اندومي اللي هي اللي يلا اعلان بقى مرسوم عليها توت عنخ آمون شوكولاتة مش عارف لا، وفين بقى التماثيل الصغيره وفين الحاجات دي اللي تخلي الناس تشتري اكتر؟ يعني ليه ده احنا حضرتك اثرتي نقطه في غايه الاهميه، ما عندناش اكتر من الطمي انا ان شاء الله في لو هيحصل طلوع معارض اخرى ايوه هيبقى في اتفاق اخر مبني على اسس علميه صحيحه للتفاوض. يعني انا بتصور ان انا لو هتفق مع احد الشركات ايوه او احد المتاحف عشان يعرضوا لنا اثار هبعت للسفير بتاعنا اللي موجود هناك الدول اللي عندهم كم راعي وتقريبا منتظر قد ايه كم زائر يزورهم وبالتالي هيبقى على مائده المفاوضات حقائق ثابته قدامي ابدا اتفاوض عليها، مش هيبقى الارقام بتقال بعشوائيه الى جانب ان احنا هنحط بعض الشروط بعد كده ان جميع المستنسخات اللي هتكون خارجه من مصر عشان نشغل الايدي العامله المصريه، واحنا عندنا بعض الاماكن بتنتج هذه المستنسخات طبقا للقانون بتنتج بس في وزاره الاثار، وبالتالي هيبقى اشترطنا عليهم ان ياخدوا النماذج دي من عندنا. وبعدين حتى اي حاجه هتعرض على هامش المعرض هتكون احنا لازم موافقين عليها زينا، مش هنسمح باي معروضات او اي منتجات قد ما لا تكون على نفس القيمه اللي موجوده أيوة عليها المعرض. يعني يعملوا 5000 تمثال صغير، ما احنا مش هنسيب حاجه للظروف بعد كده. الاتفاقيه هتبقى مدروسه كويس جدا وهتبقى محطوطه على بناء على معايير ثابته ان شاء الله. نرجع بقى للتركه الثقيله وحضرتك يعني ورستان كان هناك فساد بالتأكيد وكانت هناك مشاكل كثيرة. أهم مشكلة وحضرتك بصفتك أثري ومصري في نفس الوقت، يعني ده الأثر الأجنبي بيبقى قلبه على الحاجة وبيرعاها كأنها يعني ملكه، ودي ثروة سنين. هل يا فندم فوجئت بحجم الفساد أم أنك كنت مدرك لي وترى وما كنتوش بتقدروا تعملوا حاجة في الوزارة؟ كم من النهب والسرقة والتهريب؟ حضرتك قلت أننا مصر استعادت 6000 قطعة من إسرائيل؟ لا، 6000 قطعة على الإجمال. أيوه. من ضمنها القطعة اللي استعيدت من إسرائيل 6000 قطعة على الإجمال. ومن إسرائيل أظن 2185 مش كده؟ من إسرائيل 2185، لكن 6000 قطعة ده برضو رقم. واحنا لسه ماشيين وعاملين آلية دلوقتي ان احنا استرداد القطع كل حاجة بتظهر، وفي قطع هترجع قريب قوي لان سافر الامين العام عشان يسترجع بعض القطع من مدريد اللي ظهرت في مدريد. فاحنا عندنا دلوقتي آلية لاسترداد القطع، آلية لاكتشافها اذا كانت بتبقى قطع مهربة ولا لا. شرطة ساحل الاثار بتعمل مجهود كبير جدا في القبض على زي القضية بتاعت الرجل التركي اللي كان يهرب الكثير من الاثار. الاثار بعض الاثار اللي سرقت من المتحف المصري اكتشفنا بعضها وبتبدأ ترجع. فاحنا عندنا ماشيين في كل الخطوات في اتجاه واحد. دي المومياوات بتاعت اللاهون ولا ايه؟ لا، دي اوشابتيان. لا، دي بتاعت الرجل التركي. دي بتاعت الرجل التركي. يا خبر ابيض، كل ده 675 قطعة. 675 قطعة، وكل قطعة دي ثروة يعني لا تقدر ودمهم ازاي ده؟ على حساب ان هو اولا حفائر خلسة او سرقات او غيره موجودة في فترة الانفلات الامني اللي تمت في الفترة ده، فترة الانفلات الامني. احنا عايزين نعرف بالظبط مدى السرقة. بس نرجع لاسترداد القطع. حضرتك بتقول في قطع ظهرت في اسبانيا. في قطع، احنا بنتابع على كل ما يظهر في صالات المزادات، اي قطعة بنعمل حاجة اسمها ريد ليست، يعني حاجات القائمة الحمراء موزعة على كل المطارات، وبنبعت أي حاجة بتكون مسجلة عندنا وبتسرق بنبدأ نعلن عنها للبوليس الدولي ويبدأ يعلن عنها، بتظهر في أي مكان من صالات المزادات أو في المتاحف الخارجية فتبقى معروفة، وبنبدأ نسترجعها طبقا للإطار القانوني اللي هو اتفاقيتنا مع اليونسكو أو مع البوليس الدولي. أنا في قصة يعني ما صدقتهاش برضو، اللي هو اكتشاف لمسروقات لينا، بس ما عرفش دي حصلت، دي قديمة يعني قوي، في سنة 1994 ان كان في خبير اسمه يعني واحد بيقتني مقتنيات اسمه أندرومي. حضرتك تعرف القصة بتاعته؟ ده اللي كان عنده قصر في نورث ديفن في لندن وبيعرض المقتنيات بتاعته، وبعدين واحد خبير كان بيشتغل في المتحف المصري عندنا اسمه السير جيفري سبنسر
رايح بقى يتفرج على المقتنيات اللي عنده. مش بيشتغل في المتحف المصري، بيشتغل في المتحف البريطاني. المتحف البريطاني في قسم المصريات. في قسم المصريات. بس هو اللي بلغ. اللي بلغ لأن هو كان مرقم وهو واقف لقى قطع من اللي هو مرقم عليها بنفسه بإيده. لقى بتتعرض عند الراجل ده، فطبعا بلغوا البوليس وسكوتلاند يارد جم بسرعة وظبطوا 3000 قطع. دي السرقات الكبرى اللي هي معروفة باستقادية السرقة الكبرى اللي حصلت من بعض مخازن سقارة. دي السرقة الكبرى من مخازن سقارة. دي كانت سنة كام؟ هي اكتشفت 94. هقول لحضرتك لكن السرقة الكبرى كانت امتى بقى؟ سنة انا طلعت فرنسا 86، كان سنة 89 تقريبا. 89 السرقة الكبرى. دي السرقة الكبرى. طب ازاي راحت على المتحف البريطاني؟ لا هي ما راحتش على المتحف البريطاني، هو كانت مكتشفه هنا في مصر. هو كان بيشتغل هنا للمتحف البريطاني عليها. معروف. وبعدين هو مسجلها بايده. وبعدين اتسرقت. اتسرقت. السرقه الكبرى في سنه 89 خدوا من الراجل، من بيت الراجل ده لوحده 3000 قطعه. طيب النهارده في سرقه كبرى اخرى حصلت من سقاره ومن منطقه الاهرام ومن اماكن كتيره قوي اثناء الانفلات الامني. احكي لنا عليها ومدى الـ يعني عدد القطع او الـ الثروات المنهوبه. انا هديكي مثالين بسيط قوي. طبعا القضيه الكبرى او الطامه الكبرى اللي حصل في المتحف المصري بالتحرير لما سرق منه عدد كبير من القطع، استردت بعضها بطريقه او باخرى، الى ان حديثا جدا بعد القضيه بتاعت الرجل التركي شرطه السياحه والاثار وجدت احد القطع المسروقه من المتحف المصري. فحاليا النهارده وانا قاعد مع حضرتك بيبلغ عدد القطع اللي لسه مفقوده بالنسبه للمتحف المصري 29 قطعه. 29 قطعة لسه اللي كانت سرق 43 أظن. أيوة. وبعد كده في على الأرقام في 168 قطعة طلعت سرقت من الجيزة إلى غير بعض المناطق الأخرى، سواء من الإسماعيلية أو من سيناء أو من الدلتا أو من سقارة، يعني في بعض المناطق المختلفة سرقت منها بعض القطع. فطبعا دي كلها محصورة وتم إبلاغ البوليس الدولي بيها. وإحنا حتى يعني هكون في مفاوضات بيننا وبين الأمريكان كيف نفعل برضو أو نزيد من الرقابة على تلك الآثار لو ظهرت في أي مكان آخر في العالم. يعني ديت تحت المجهر معروفة بالصور بتاعتها ومتبلغة بها كل مطارات العالم والبوليس الدولي. لماذا لم نبلغ الشعب المصري؟ لم يبدأ يعني ما عرفناش الحقيقة لغاية النهاردة. احنا مش عارفين ايه اللي اتسرق من مصر. يعني دهشور ما عرفش فين في بحري في إبلي، يعني مناطق فظيعة. واخيرا في اللاهون، منطقة اللاهون الأثرية، و وعمالين نفاجأ بسرقات سرقات. يعني ما هو حجم السرقات الحقيقية منذ بداية الثورة للآن؟ وربما من قبل كده في أمل إن إحنا نسترجع قد إيه؟ أو ما هي القيمة المادية لآثار مصر المهربة والمسروقة؟ لا القيمة المادية ما أقدرش أقدرها على الإطلاق، لأن هذه الآثار بالنسبة لي لا تقدر بثمن. إنما أقدر أسترجع قد إيه. أنا عندي أمل كبير جدا إن الجزء الأكبر من اللي سرق أثناء إبان الانفلات الأمني لسه موجود في مصر. لأن زادت الرقابة على المنافس كلها اللي موجودة في مصر كلها، وبالتالي كل يوم ممكن يظهر حاجة. وزي ما قلت حضرتك ما كانش حد يتصور من قيمة شهر بالظبط إن أحد القطع اللي سرقت في المتحف المصري تم استرجاعها. يعني أنا عندي أمل لا زالت تلك الآثار موجودة لسه في مصر ولم تتم تسريبها للخارج. حضرتك تصور إن سرقة المتحف المصري كل هذه الآثار سرقت في الأسبوع الأول من الثورة أو حين كان المتحف لما تم الإعلان عنها؟ في وقتها هي صارت في زايدها، لأن هي هذه المرة الوحيدة اللي تم اقتحام المتحف المصري فيها يوم موقعت الجامعة. هل كانت في تفكيرك منظمة؟ الله أعلم. بس أكيد حد عارف وداخل عشان يعرف إنه هل القطعة المسروقة واضح إن اللي بيسرق أنا داخل بقى المتحف المصري أنا ما أعرفش حاجة، هلاقي قدامي ده حاخده، هلاقي ده قدامه. لكن اللي حصل هل كانت سرقة منظمة اللي داخل عارف رايح ياخد ايه؟ لا هو حاول ياخد ما خف وزنه وغلى ثمنه زي ما بيقولوا. أي. يعني الحاجات اللي كانت مفتوحه قدامه كان بيكسر الفترين وبياخدها. حتى في بعض القطع كسر حته عشان تقدر مثلا يحطها في جيبه او يقدر تبقى سهل التسلل بيها. يعني زي احد زي تمثال احد تماثيل توت عنخ آمون اتكسر. هي ان هو اترمم دلوقتي على اعلى مستوى من الترميم وان شاء الله هنعمل مش طبعا انت عارف حضرتك توت عنخ آمون كميه كبيره، لكن احد التماثيل اللي كانت معروضه في الجاليري او الفناء الخارجي بتاعه. اللي كسر التمثال ده يعني اذا كان سمعنا دلوقتي ولسه ما قبضتوش عليه انا بقوله جا كسر ايدك. هنرجع لكم بعد الفاصل.
كسر ايده فعلا يعني. يا ناس يا هو لما الواحد بيشوف الاثار المصريه وخصوصا لما تخش المتحف البريطاني تقريبا يا جماعه انا في رايي كده نص المتحف البريطاني يعني اثرنا المتروبوليتان اللوفر ازاي الواحد بيخش بيشوف الاثار المصريه بيبقى فيه فخر شديد بس يبقى فيه لوعه برضو يعني ليه احنا ما عندناش المتحف ده في امل ان المتحف المصري انا بصراحه بزعل لما بروح المتحف المصري وحرام وعيب ان ده يبقى اثار مصر بالطريقه دي مترميه بالشكل ده انا حضرتك انا متشكر جدا على السؤال ده لان هذا السؤال هيديني فرصه اوضح الرؤيه بتاعتنا في الوزاره واستراتيجيتنا ان شاء الله هتبقى ماشيه ازاي بخصوص المتاحف احنا عندنا دلوقتي في القاهره فقط ثلاث متاحف متحف التحرير اللي هو المتحف القديم اللي يعتبر اثر دلوقتي هو في حد ذاته المبنى نفسه اصبح اثر عندنا متحف الحضارة اللي هو موجود في منطقة الفسطاط ثم عندنا المتحف الثالث اللي هو موجود عند ميدان الرماية والمتحف المصري الكبير الحقيقة الثلاث متاحف لازم يكونوا متميزين بعضهم عن بعض عندنا متحف الحضارة متميز حتى من اسمه الحضارة المصرية هيستعرض تاريخ الحضارة المصرية وإسهاماتها على مر التاريخ بالنسبة للعالم كله منذ عصور ما قبل التاريخ لغاية العصور الحديثة فهذا متميز بحكم الرؤية بتاعته هيظل الوضع بقى المشكلة ما بين المتحف التحرير ومتحف المصري الكبير متحف المصري الكبير زي ما حضرتك عارفة وإحنا بدأنا خلاص العمل فيه العمل في المرحلة الثالثة والأخيرة بدأنا العمل بقى يعني إحنا وقعنا العقد اللي هو الكونتراكت ما بينه وبين الشركة المنفذة ثم بدأنا العمل الفعلي وبدأت الوقت حضرتك لو ماشية في طريق الهرم هتشوفي أن الكركات بتعمل وبدأنا عملية العمل الفعلي يعني اللي هو هيستمر 40 شهر هينتهي في أغسطس 2015 يبقى عندنا أكبر متحف للآثار المصرية على مستوى العالم فين بقى؟ عند ميدان الرماية عند نادي الرماية أيوة قريب من الهرم بالظبط كده هيبقى أكبر متحف للآثار المصرية على مستوى العالم عشان أصور لحضرتك والسادة المشاهدين الحجم بتاعه حجم بتاعه تقريبا 6 ملاعب كورة أنا قلقانة من ناحية اتفضلي أنا تربيت في المنطقة دي وكان عندنا بيت هناك بالظبط في الحتة دي المياه الجوفية والترع المردومة في المنطقة دي بعيد عن المياه الجوفية ده المنطقة حضرتك أنت عارفة لو أنت جاي أنا في طريق اللي هو مصر الفيوم هيبقى بعد ما تعدي ميدان الرماية على ايدك اليمين ده كان بيقولوا دلوقتي المياه الجوفيه مأثره على بولهور ده هناك عشان ترعه المريوطيه والمنصوريه هناك لكن انا بتكلم على طريق مصر اسكندريه الصحراوي ايوه فالمنطقه دي ما فيهاش مياه جوفيه وحتى لو ان في بعض تخوف فالتصميم المعمول تصميم عالمي بتتخذ فيه كل معايير التأمين والتأمين هنا معيار في النسبة لعلم المتاحف معيار واسع جدا يعني هنا مثلا احنا حطينا رسم تصوري ايوه شايف حضرتك هنا اللي هو الطريق ده يعني انت هتبقى في المتحف تطلي على بانوراما الهرم ايوه اوكي يعني في الحته اللي فيها الشجر دي قصادها ايوه بالظبط هي الحته دي ايوه اتفضل زي ما بقول لحضرتك هيبقى ضخم جدا برضه عشان اقرب لحضرتك الصوره حضرتك رحت هتفضوا المتحف في التحرير لا يعني. هو تم الاختيار 50,000 قطعة عشان العرض المتحفي للزيارة العادية وهناك 50,000 قطعة أخرى في الدور الأسفل اللي هو هيبقى للدارسين فقط هي الإشكالية في إيه بقى؟ المشكلة طب متحف التحرير هيبقى إيه؟ كان هناك حرص شديد جدا بالنسبة لسيناريو العرض المتحفي للثلاث متاحف إن هناك شيء يكون مميز لكل متحف على حدة فعلى سبيل المثال إن عندي في متحف اللي عايز يرى المومياوات المصرية لن يراها إلا في متحف الحضارة
اللي عايز يرى مجموعة توت عنخ آمون لن يراها إلا في المتحف المصري الكبير. اللي هنبدأ نشتغل عليه دلوقتي المتحف اللي هو بتاع التحرير. طب ده إيه الكونسيبت بتاع أو المفهوم بتاع ماهية المتحف ده هيبقى تلاقي هي إن إحنا هنعمل عشان لازم نستخدم بقى الأسلوب الحديث في الإدارة. ده إن شاء الله بإذن الله التصور القادم. ده التصور اللي بنزل المتحف. أهو كده بقى. يعني تخيلي لحضرتك المساحة اللوبي بتاع المتحف 7000 متر مربع. أهو طبعًا. تخيل حضرتك شوف بقى تمثال رمسيس فين شالوه من عرش رفيع. موجود موجود في المبنى في المكان اللي عشان يخش المتحف قبل ما يتم بنائه. يبنوا حواليه بقى. يبنوا حواليه ان شاء الله. فهو موجود في مكانه. مثلا الطريق الدرج او السلم اللي طالع ده طول 80 متر. تخيل حضرتك هيبقى عليه لجنه من عظماء الملوك في مصر هتستقبل الزائر. الله. ويبدأ بقى يطلع يستعرض تاريخ الملوك وتاريخ الناس اللي صنعوا الحضارة العظيمة دي قبل أن ينتقل إلى البانوراما العليا عشان يرى بانوراما الهرم. هيكون فينا ثلاث تماثيل لبناة الأهرامات. فده معمول سيناريو جديد خالص. ده شيء يعني كده زي هيفرض مساحات ضخمة لتوت عنخ آمون بقى. أيوه. توت عنخ آمون هيبقى 7 مرات أي مساحة العرض المتحفي في المتحف ده هتبقى 7 مرات قد مساحة العرض المتحفي في المتحف التحرير حاليا. احنا بقى عايزين نطور فكرة متحف التحرير. بعد ثورة يناير ووجود هذا المتحف في ميدان التحرير واصبح جزء من تاريخ مصر. عندنا جزئية اخرى جنبه اللي هي الحزب المقر الحزب الوطني. احنا تقدمنا بطلب مع ان الارض دي ملكنا عشان يتخصص هذه الارض لكي يتضم مرة اخرى كما كانت الى متحف التحرير. وهنشوف بقى سيناريو العرض ازاي يخش سيناريو العرض المتحف الخارجي عشان يكون متناغب مع ما مر من احداث في هذا المكان اللي هو منطقه التحرير. حتى لو سيبنا سور من او جدار واحد من جدران الحزب الوطني تم حرقه عشان يكون شاهدا على تلك الفتره وشاهدا على العصر وشاهدا على ثوره يناير. بس برضه لازم يكون متحف التحرير في المتحف. عشان كده بقول لحضرتك ان هنعمل ايه بقى. هنعمل ايه؟ هيفضل ربما احنا هنعمل ورشه عمل نشوف المستفيدين من المتحف ده سواء الاجانب او الاثريين او حتى المرشدين السياحيين. هيبدا نشوف انتوا عايزين المتحف ده يبقى شكله ايه. هناك تصور مبدئي انه يكون ربما متحف للفن روائع الفن المصري القديم. النحت بالذات. روائع. روائع فن النحت. وانا بقول الوقت دي رايي وجهه نظر شخصيه التي لن تكون ملزمه لاي حد تاني. ليه بقى؟ لان ممر بمدينة التحرير والظروف الامنيه اللي بيمر بيها المكان بتخليني متخوف ان مش عايز احط حاجات صغيره تاني في المتحف ده. عايز حاجات لا يستطيع احد نقلها من مكانها ولا تتعرض لخطر بعد التامين. فعشان كده ده تصور مبدئي لن يكون ملزما لاي حد. احنا عندنا اثار كتير قوي يا فندم. كتيره بشكل مهول. يعني لدرجة ان احنا سمعنا ان كان في زمان خالص ايطاليا خدت 8 مسلات. الخديوي اسماعيل ادى اول متحف مقتنيات متحف مصري ادها هدية لولي العهد النمسا ولا حاجة زي كده. يعني الرؤساء السابقين كانوا بيفرقوا بالعقد وبالتمثال الصغير وإزيز وزوريس صغيرين كده يدوهم هدايا. يعني ازاي احنا يعني عندنا كم كبير جدا احنا نقدر نعمل عشرات المتاحف. ليه حاطين الاثار في المخازن او مدربكينها فوق بعضها او رامينها في الارض او في المقابر بتتسرق ليه؟ حقيقة برضو حكاية عشرات المتاحف دي كان فكري موجود في فترة من الفترات اللي ادت الى بعض المشاكل لينا حاليا دلوقتي. تم اقامة أو البدء في إقامة كثير من المتاحف. دلوقتي إحنا كوزارة آثار ما بتاخدش لا تحمل ولا تأخذ من الدولة أي مبالغ مالية على الإطلاق. وبالتالي الفكر الجديد بقى إن إحنا لابد إن إحنا نعمل دراسة جدوى. صحيح أنا جزء من وظيفتي إن أنا أنشر الوعي الأثري جزء ثقافي في المقام الأول، لكن أيضا طالما أنا ما باخدش ميزانية الدولة لابد إن أنا ابدا اشوف موارد ليا. فانا لابد ان عشان افكر في انشاء متحف لابد ان ابحث عن مكان التمويل بتاعه هيجي منين. او حتى على اقل تقدير مصاريف التشغيل او ما يسمى بالرننج كوست بتاعه.
وبالتالي لما اجي اعمل مدح بفكر في الرجال الاعمال اللي كسبوا على البوم قد كده من مصر. هنشوف هذه الاسلوب هذا الاسلوب. لكن انت عارف حضرتك يا متحف فلان يلا مش خسرانين يعني حاجه، أنا بس يدفع ثمن المتحف. انا هقول لحضرتك حاجه، الحاجه الثانيه القضيه الاخرى، احنا عندنا اثار كثيره بس ليس كل قطعه اثر تصلح للعرض المتحفي. القطعه اللي تصلح للعرض المتحفي لا، اما ليها قيمه تاريخيه قيمه جماليه، وبالتالي مش اي حضرتك لما تخش متحف الوزير ده في امريكا الجوانتي بتاع مايكل جاكسون ما عندهمش غير كده في ازاز وبتاع وما اعرفش بكام مليون في ايه. انا لما بعمل متحف بفكر ازاي البتاع هيبقى مين. يعني ايه؟ انا بقول ان المتحف ده هيزوره اجانب فقط. المتحف ده هيزوره مصريين واجانب. المستويات العمريه اللي هتخش المتحف، المستويات الثقافيه، لازم ابقى عامل حساب كل هذا وانا بحط سيناريو عرض متحفي، لان لازم اجذب الجميع. الاطفال المدارس المصريين ما عادوش بيروحوا المتحف. لا احنا هنخليهم يروحوا ان شاء الله. ايوه احنا دي مهمه جدا، بندور على ازاي نجذبهم الى المتحف. وده الفكره. واحنا صغيرين كان اساسي رحله الاقصر واسوان دي في كل المدارس. ما هو احنا دلوقتي بندور كيف نجذب الاطفال الصغيرين. هنشتغل بما يسمى بالاي تي او الانفورميشن تكنولوجي، هاو ان واي تاتش سكرين. يعني بنفكر باسلوب جديد ان انا اجذب كل المستويات العمريه وكل المستويات الثقافيه ايضا. والحقيقه ده هنبدا ننفذه قريب قوي في متحف بننشئه ان شاء الله في شرم الشيخ. انا كنت لسه هقول لحضرتك يعني خبر ابيض. انا كنت لسه هقول، طب في ناس بتيجي ما بتلحقش تروح الاقصر ولا اسوان ولا حتى تقعد في القاهره ليله، ورايحين يقعدوا في الشمس وجايين للشمس. طب ما نعمل لهم متحف صغير كده نحطهم. حقيقه برضو من حضرتك لما بدانا العمل في الوزاره في الفتره الحديثه بدانا ندور على الملفات القديمه، لقيت ان متحف شرم الشيخ مقفول او متوقف متعطل من 2004. بلغت المديونيه بتاعتي عليه 48 مليون جنيه. ووقف. بدانا نبص بقى بالفكر الثاني اللي هو الاقتصادي. طب دلوقتي انا مدينه شرم الشيخ لا تنضب منها السياحه. عندي ثلاث انواع من السياح او الزائرين للمدينه، خلينا نتكلم بحرفيه اكتر. زائر بيجي شرم الشيخ ومش هنتقل للوادي ومش هيشوف حاجه في الوادي خالص. زائر اخر ممكن يجي لمنطقه شرم الشيخ وممكن اجذبه يزور الوادي. والمصري الذي يذهب الى شرم الشيخ. فانا عندي ثلاث انواع لازم اتشتغل عليهم. في نفس الوقت ان مدينه شرم الشيخ ما فيهاش ما يصنعه الزائر ليها ليلا. فبالتالي انا عندي فعلا هيبقى منطقه جذب شديده جدا. فانا لازم نشغل ونشتغل على الثلاث انواع من دول. لا اما عايز اجذب المصريين هعمل لهم ما يسمى باثنوغرافيك ميوزيوم اللي هو المتحف التراديشن او التراثي. الحاجه الثانيه ان احنا نشتغل على الاطفال، هنعمل لهم الاي تي او الانفورميشن تكنولوجي، خش هاو تو تاتش سكرين يبدا يطلع له معلومات. هنحاول نغطي فترات التاريخيه المختلفه من عصور مصر. والمتحف ده موجود في جنوب سيناء، يبقى لازم يخلد او يؤرخ او يستعرض منطقه جنوب سيناء. فده كله بنشتغله في المتحف، لكن المشكله في متحف شرم الشيخ، لكن المشكله التمويل. فده بفكر برضو بعقليه اخرى. انا دلوقتي ما عنديش تمويل، انا عندي نقص جديد في التمويل في الوزاره. فقلنا اوكي نبدأ ندور على حد يشارك الوزاره في انشاء مثل هذا المتحف اللي هو بروجكت فور بينيفيت، بمعنى انه هيجي يشاركني لغايه ما يسترد ما تم دفعه بجانب الفائده، وبعد كده بنقول له متشكرين قوي مع الف سلامه ويبدا المتحف ده. ما هو الخوف بقى انه على ما يسترد اللي هو دفعه بيبالغ قوي في اللي دفعه زي ما احنا شايفين. لا العمليه اولا احنا بنتجه لجهات وطنيه. لجهات وطنيه دلوقتي بنتجه للجهات الوطنيه. عندنا اكثر من جهه كذا اوبشن بنشتغل عليه، من ضمنها وزاره السياحه او احد المؤسسات الدوليه او مؤسسه دوليه، بنشوف ايه اللي ممكن يحقق لنا الفائده، لان هيبقى هناك اتفاق ما بيننا وما بينهم بما يحقق الفائده لكل حاجه. حقق الفائده لمصر وللاثار وللاثريين بهذا الترتيب. مصر والاثار والاثريين. بمناسبة الأثريين أنا قلبي اتقطع، يعني الدكتور كان قاعد قدامي بيقول لي بياخدوا 900 جنيه، معقولة؟ معقولة المرتبات بالشكل ده؟ المرتبات اللي زي ما قلت لحضرتك إن أنا عندي المرتبات بتصرف من داخل الوزارة. الدخل بتاع الوزارة مش هقول إن هو كان يعني انخفض، أنا هقول إن هو سقط نتيجة سقوط الشنيع في عدد السياح اللي جايين. أكثر من ذلك مش نتيجة فساد وإهدار أموال. خلينا نتكلم على ما هو موجود في يدي. يعني مثلا حضرتك اتقال وأنا ما أعرفش ده حقيقي ولا لا، إنه الجمعية الجغرافية جت
وعملت نشاطات كتيرة قوي، وقالت أنا هنقب معرفش إيه، وهسوق بالهرم إيه، وهنكتشف إيه، ولموا لهم، باعوا لجميع تلفزيونات العالم مثلا حفل تصوير الثقب اللي داخل الهرم ده، و100 معرفش تلفزيون ولا قد إيه، وكل تلفزيون دفع كام مليون دولار، والحصيلة دي راحت للجمعية الجغرافية مش لمصر. هذه المواضيع جميعا في إيد الجهات الرقابية حاليا. أنا لو بصيت لورا مش هعرف أشتغل. أنا ببص ما هو متاح لدي وإيه اللي أقدر أعمله في الشهرين اللي إحنا قاعدينهم في حكومة الجنزوري بس. ليه بس بتقول شهرين وأنت؟ لأن المعروف إن إحنا كمان ده يمكن تيجي في الوزارة الجاية. الله أعلم، بس يعني يعني العملية ثقيلة زي ما حضرتك قلتي، تخليني أفكر مرتين. لكن عايز بس أستعرض حتة صغيرة. دلوقتي أنا عندي المرتبات بتدفع من الداخل، بجانب أن أنا أعداد العاملين عندنا تزايدت بشكل رهيب جدا. أنا عندما جئت للوزارة كان عندنا 46 ألف موظف وأثري في الفترة من 46 ألف. لا ده كان اللي موجود لغاية شهر ديسمبر. من شهر ديسمبر دلوقتي عينا 3000، أصبح عند 49 ألف موظف وأثري. طيب دلوقتي اعمل ايه؟ ادفع لهم مرتبات وحوافز وجهد منين؟ ما انا عندي الدخل قليل. يجي حد طب يقول انا هسهل. اتفضلي. ويعني سؤال. لا اتفضلي. حضرتك بدات ودرست وتخصصت في الارشاد السياحي، يعني هل كنت مرشد سياحي؟ لا. لوفود لا لكبار الزوار. انا سمعت انه لا، اللي حصل انا اشتغلت لكبار يعني الناس اللي بتيجي لمصر. كان جزء من شغلي كمفتش اثار. ايوه يعني انا كنت بشتغل مفتش اثار، بدات كمفتش اثار كمفتش اثار مساعد في منطقه ابو سمبل واسوان، وبعدين ترقيت في الوظائف. كان جزء من شغلي ان انا بارشد اللي هم الوفود الكبيره او مش الناس الوفود اللي هم الملوك متخصصين، الملوك والرؤساء اللي أي. هم بيكونوا ضيوف للدوله. ده كان شغلي ان انا برشدهم. مين اكثر واحد اتاثر باثار مصر؟ لا كتير كتير يعني. انا قابلت كثيرين. شفت ملك كده منبهر يعني انا فاكر من البدايات، يعني اول زياره رسميه قمت بيها كانت مع رئيس جمهوريه السلفادور. كانت اول زياره كانت في ابو سمبل لشهبانو فرح ديبا، كيسينجر، كارتر، مين تاني يعني، دول اللي انا ذاكرت يعني. كان الكلام ده قبل. وبعدين بتشوف الرئيس ده او رئيس اكبر دوله في العالم قدامك، واقف قدام الاثار المصريه يعني. مبهورين طبعا لان ما عندهمش الكلام ده. انا برضو اللي احضرني ذاكره الاميره ليلى مريم بنت الملك الحسن الخامس. ديت كانت لسه صغيره، كان عندها 14 سنه انذاك يعني، وكانت ما شاء الله وجايه تشوف، وكانت جايه تشوف، وكانت ضيفه مع مدير يونسكو في الوقت ده. وانا كنت لا اتحدث الفرنسيه. هي مثقفه جدا، وهي ما بتعرفش عربي زي العاميه بتاعتنا، فكنت لازم اتحدث اليها بالفصحى بالفصحى، لان مش بعرف فرنساوي في الوقت ده فكنت بتحدث اليها بالفصحى علشان يستطيع يبقى هناك نوع من التواصل ما بيني وبينها. ديت برضو من الزيارات الجميله اللي انا قمت بيها في الوقت ده. طيب ازاي احنا بنسمع ان في مرشدين سياحيين مش مصريين؟ لا لا يوجد، لا يمنع، لا يمكن، لان قانون المرشدين السياحيين بيمنع ان اي واحد اجنبي يمارس المهنه. ده القانون بيعمل، بيبقى بيسميه مرشد، بيطلع معاه مرشد مصري بيسمونه سايلنت. وانا دايما بقول لطلبتي، او كنت بقول للطلبه بتوعي، ان اللي يقبل على نفسه يطلع سايلنت ويخلي واحد خواجه يعني يشرح له، يبقى ده بيفرط في حق بلده. ما ينفعش. صحيح. نرجع بقى بما اننا بنتكلم على المعابد، وحضرتك شفت طبعا معابد مصر واثار مصر وقريت الاعمده بتاعتها. انا لما رحت الاقصر لفت نظري حاجه عكس ناس كتير، انه الاقي الحفر، في الحفر اللي هو الغائر وفي الحفر البارز. البارز بيبقى اصعب طبعا. طبعا لانك انت بت اكثر تكلفه. أيوة. لانك حضرتك بتفرغي حوالين الفيجر نفسها وحوالين الرسمه نفسها. أيوة. انما البارز بتحفر الفيجر نفسه او الرسمه نفسها، بتبقى هي اللي داخله. ايوه. فالتاني بيبقى اغلى واكثر تكلفه واحلى وبديع ومكتوب بقى التاريخ. وبعدين اشوف لي عمودين بالشكل ده والعمود اللي بعدهم متكسر وممسوح وبتاع، فانا اقف قدام اللي كسره ومسحه اللي هو بيبقى الفرعون التالي. سمت اننا نحذف تاريخ بعض، او اننا بنمحي بنطمس الماضي. هل هذه السمة اللي شفناها زمان
في عود كثيرة. هل هتظل في العصر الحديث؟ هل حضرتك بترى أن الفترات القادمة على مصر تاريخ مصر هيكتب صح ولا لا؟ أنا جيت بيك هنا للتاريخ الحديث بقى، هل تاريخ مصر هيكتب صح ولا هيتزيف ولا هيتكسر ولا هيضيع؟ أنا هقول لحضرتك حاجة بس عايز أصلح حتة صغيرة. الطمس أو الريزنج بتاع الأسماء ما كانش بغرض السرقة أو غرض محو التاريخ، بدليل بسيط هديك دليل بسيط على هذا. إحنا عندنا لما نيجي ندور في مصادر التاريخ المصري القديم بنلاقي إن تحتمس الثالث نقش كل أسماء الملوك اللي قبله على قائمة اللي بنسمى قائمة الكارنك اللي موجودة دلوقتي في اللوفر. أو مثلا نيجي نقول إن الملك سيتي الأول نقش كل الأسماء اللي موجودة قبله على قائمة أبيدوس وهي القائمة اللي موجودة. فبالتالي كلمة المحو ده لا يقصد منها محو من كان قبله الإطلاق، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، لو كان يقصد محو ما كان قبله ما كانش يسجل الأسماء دي. طب هو سجلها ليه؟ لأنه بيعتبر نفسه وريث لكل من كان قبله، وبالتالي بيقول ان ده انا ورثت الحكايه دي زي ما حضرتك بتورثي اي شيء عن اجدادي. بس كان في فراعنه يعني بيمحوا تاريخ اللي قبله؟ لا، ما كانش الا في حالات محدده، حالات محدده ومعدوده لا تصل حتى اصابع اليد واحد. يعني مثلا زي تحتمس الثالث بالنسبه لحتشبسوت مثلا يعني، او ازاله اسم اتون بعد اخناتون. لكن دي برضو مش هقدر اقول ان الملك عملها، لان احنا عندنا المتشيعين للملك الملك بيبقوا كتير أوش. يعني اللي بيركبوا الموجة بيبقوا كتير أوش. ده كانت الصحف القومية بتاعتهم. فبالتالي الناس هناك يعني من يتطوع بالهذا. العواميد دي كانت هي الصحف القومية. لا أستطيع القول إن هذا الملك أراد ذلك، لكن الناس اللي هم بيحبوا يركبوا الموجة كانوا دايما كثر يعني. ده من زمان بقى. إحنا مصريين. بس كان بدل ما يكتبوا في الجرائد أو يطلعوا في التلفزيون كانوا. أما كتابة التاريخ. كسروا العمود. الحقيقة إن هناك. أو يكسروا رأس يعني. في هنا لو نقدر بس نقف على الصورة اللي قبل كده اللي هي يعني التمثال يبقى راسه رايح. لا، هو راسه رايح لان مشكلة في الفن النحت ان دايما العنق بيبقى نقطة ضعف في التمثال تحت ثقل الرأس، وبالتالي احيانا بتبقى من السهولة زي الانف سهل برضه ان هو يتكسر بسرعة يعني. فدي بتبقى نوع من عيوب فن النحت. بس مش كان مقصود للبعض التماثيل يجي عند فلان هي بس ما في الحالات الجزء. اللي حضرتك اللي قلت لي عليها بس ديت هي ديت. لكن غير كده ما كانش هناك نوع من القصد ان هو يكسر تماثيل من قبله، بالعكس ده كان يعني عندنا حضرتك كنت جايبه صوره للهرم المدرج شوف مكسور راسه وهو واقف. ده عشان الثقل الحجم اللي ده معمول من الجرانيت والبازلت وبالتالي بيقعهم. فالمشكله في ايه؟ ان المشكله ان حتى في مجموعه الاسس اللي حضرتك كنت جايباها هناك واحد جاي بعد في الاسس 19 و18 و19 بيقول ان هو زار مجموعه زوسر العظيمه اللي جايه من الاسس الثالثه، يعني كانت بتزار الاثار حتى في العصر الفرعوني ما بين الاسس الثالثه والاسس 18 و19 في واحد بيسجل المخربشات عليها. فبالتالي الاثار دي كانت دايما بتحترم جدا، وبالتالي الناس كانت بتروح تتفرج عليها، لا يقصد منها العبث بيها كما يحدث في بعض الأحيان دلوقتي. الحقيقة يعني التاريخ مليان بأسرار كثيرة على ملوك مصر. فكرة الفرعون هل هتنتفي من حياتنا في العهد الحديث؟ نحن من يخلق الفرعون. عشان كده أنا حضرتك وإحنا بنتناقش أنا بقولك إن أنا عايز في الوزارة أوجد فكر مؤسسي لا يختلف باختلاف من هو صاحب القرار. قرار يبقى جماعي. وبالتالي لو وصلنا لهذا الفكر على مستوى الدولة، مش على مستوى الوزارة بس، الفكر المؤسسي النابع من دراسة مستفيضة ومتعمقة سوف تمحو إلى الأبد فكر نحن نصنع فرعون. يعني هيبقى عندنا استراتيجية وزارة الآثار مش استراتيجية وزير. بالضبط كده. لو أسست ده هو ده اهم حاجه، ده اللي انا كنت نفسي تخلق أعمل. نظام وتعمل فكر مؤسسي يبقى خلاص. يبقى انا كده كنت نفسي اعمل ده من اول يوم، لكن انصدمت طبعا بالحركات الفئويه بعض الاحيان وتخليص حسابات في بعض احيان اخرى بتعوقني وبتاخد جزء من تفكيري. انا كنت جاي علشان تخطيط للمستقبل واقول سلام عليكم. مين بيخلص حسابات من مين؟ كتير. انا كنت اول حاجه قلتها انا نفسي اجي ارمم النفوس قبل ما ارمم الاثار. ارمم النفوس قبل ما ارمم الاثار.
هسأل حضرتك سؤالين مهمين قبل ما يروحوا من رأسي. مش معقولة أبقى قاعدة مع وزير الآثار وهو خبير في آثار مصر في حاجة اسمها لعنة فرعنة؟ لو كانت لعنة فرعنة صحيحة كنت كان لابد ان انا اكون اول من تاثر بها يعني. ليه؟ لان انا عملت حفائر كتير وطلعت حاجات كتير وبالتالي الحمد لله انا زي الفل يعني. ما شاء الله ربنا يديك الصحه ويعني وتعصر لا على لا هي دي انا هي كانت مجموعه من الاحداث غير مقصوده. معقوله بالصدفه كل اللي لمس يموت كل اللي لمس يعيا كل اللي لمس. كثير من اثري مصر لمسوا مستخرجهم ولم يحدث لهم شيء. هي كانت عبارة تعرف الحمدلله اللي بدأ الحكاية ديت الأمريكان. الأمريكان لاويين الميتافيزيقا أو اللي هو وراء الطبيعة وبالتالي بيبدأوا يدوروا على حاجات تبقى فيها سسبنس شوية إثارة شوية وبالتالي بدأوا يطلعوها. ثم جاء أحد الكتاب المصريين الله يرحمه بدأ يروج ليها بكثرة وبالتالي بدأت تنتشر. لكن الحقيقة ما فيش أي حاجة بالشكل ده خالص يعني. ما فيش يعني علميا علميا ما فيش لعنة فرعون لكن نفسيا وسايكولوجيا ربما ربما الفراعنة كانوا أقوياء يعني على جميع المستويات. كانوا أقوياء بإيه؟ بإيمانهم بما يفعلون بإيمانهم بالشخص اللي ما بيشتغلوا له. يعني كانوا بيشتغلوا للملك بتاعهم فكانوا مؤمنين بيه. بيشتغلوا لإنتاج حاجة تخلد المصريين. احنا دلوقتي ينقصنا الايمان. الايمان هو ما يصنع العجب ما يصنع الشيء الجميل. ليست السخرة كما يقولون ولكنه الايمان. لو امننا امننا بنفسنا وامننا ببلدنا وامننا بالعمل هننتج الكثير. بس هل كانت قوتهم في العمل فقط ولا كان عندهم ايمان بالسحر او استخدام السحر؟ ايمانهم بالعمل وايمانهم بالتنظيم. عشان يجي الاف العمال يشتغلوا في صناعه او في بناء الهرم الاكبر هذا الكم الهائل من البشر اللي بيجي في فتره محدده اللي هي فتره الفيضان عشان يعمل في بناء هذا الهرم. كيفيه تنظيمه وامداده بالمؤن وامداده بالاكل تنظيم العمل في داخل الهرم نفسه مشروع ضخم جدا جدا. هم كانوا بيعرفوا ازاي ينظموا العمل. الهرم فعلا كان عليه ذهب زمان؟ لا القمه ربما القمه الاخرى الفوقانيه خلاص اللي بنسميها البنبن ربما كان احنا بنجد هذا ما لكن اللي عندنا ما يؤكد انها كانت بتغطي قمه المسلات لكن كانت بتبقى محطوطه الالكتروم بس كانت بتسرق في ساعتها يعني كانت بتسرق بعدها بفتره يعني لكن الايمان بالعمل والتنظيم هو ده المفتاحين السحريين لاي عمل. الفراعنه كانوا بيجيبوا الذهب منين؟ لان أنا قدامي هنا خبر بيقول إن مدير عام المواقع الأثرية السابق بوزارة الآثار تقدم ببلاغ بعد الثورة حول اختفاء خريطة أثرية ترجع للدولة الفرعونية الحديثة تؤكد وجود 125 منجما لاستخراج الذهب من أهمها منجم جبل السكري ومناجم أخرى. وإنه يعني ما حقيقة وجود هذه الخريطة الفرعونية التي تؤكد وجود 125 منجم للذهب؟ ولو كان الفراعنة اكتشفوها فيعني عبقرة فعلا لأنه في حاليا العلماء الجيولوجيا اكتشفوا أن في 120 منجم ذهب في سين. العهد على الروي لكن أنا كل معلوماتي عن الخريطة الوحيدة اللي بتبين المناجم هي الخريطة اللي موجودة في متحف تورين اللي هي بنسميها بردية تورين اللي موجودة في متحف تورين في إيطاليا. ومن ضمنها مناجم الذهب كانت دايما موجودة في المنطقة اللي فيها حضرتك المنجم اللي حضرتك ذكرتيه دلوقتي. هي دي المنطقة اللي موجودة اللي كان فيها مناجم الذهب. إنما العهد على الروي يقول لي اتسرقت منين وهي موجودة فين وهنشوفها. يعني يعني اختفائها هي كانت فين اصلا ده النقطة يعني يمكن ما كانتش في وزارة الآثار يمكن كانت في حتة تانية يمكن كانت في مجمع علمي مثلا اتحرق. لا المجمع العلمي ما كانش فيه غير كتب هنعرف لا كان فيه خرائط دي حاجة تانية الحاجات اللي هي الحديث الوثائق كان فيه خرائط ووثائق لكن بالنسبة برضو للمناطق اللي هو الاكتشاف الحديث اللي في اللاهون في الهرم اللي اكتشفوه هناك المدرج هل المنطقة دي طبعا اكتشاف رهيب وحديث يعني هنفضل نتفاجئ في مصر كل واحد هيدور تحت بيته دلوقتي لأنه مصر كلها أثار. الهرم ده مصمت ولا في منفذ ليه؟ هي منطقة اللاهون زي منطقة الليشت زي منطقة الفيوم المنطقة دي بتحتوي أهرامات الدولة الوسطى
بعد عصر انتقال الأول اللي أنا ذكرت حضرتك عليه، اللي حصل إن الفراعنة بدأوا ياخدوا، وحصل سرقات لمقابر الملوك وأهرامات الملوك الدولة القديمة. بدأنا في الدولة الوسطى، ما كانش حد يتخيل إن الملوك أهرامات الملوك العظام زي خوف وخفرع ومنكا ورع وسنفرو تتسرق، مع أنهم كانوا حاطين ما يعني يسد المداخل إلى هذه الأهرامات. فلما حصلت السرقات بدأوا يحاولوا يعملوا أسلوب جديد وميكانيزم جديد إن هم يخفوا حجر الدفن. المنطقة دي منطقة منخفضة زي منخفض اللي هو منطقة بحيرة قارون وغيره والحوالين منطقة الفيوم واللاهون. فبدأت المناطق ديت أسفل مستوى سطح المياه، وبالتالي بتغمر، بيحاولوا يضللوا اللصوص، فبنبقاش عارفين الحجرة الدفن فين، وحتى لو هي موجودة بتبقى أسفل مستوى المياه الجوفية، فغمرت بالمياه، وفي بعض منها مغمور بالمياه. في مياه جوفية؟ طبعا، لأن ديت منطقة منخفضة، منطقة فيهم منطقة منخفضة. أي. وبالتالي هو ده اللي بيساعد المياه الجوفية عالية فيها. ولكن المياه الجوفية دي ما طلعتش، ده يعني ما تسربتش للهرم ده، ولا بس في مقابر أخرى غمرتها المياه. وداخل البناء السفلي أو الجزء اللي هو تحت سطح الأرض في بعض الأهرامات موجودة. موجود. موجودة، وإحنا بنحاول نطلعها بس ترمبات وغيره، لكن المنطقة معرضة للمياه الجوفية باستمرار لأن ديت منطقة منخفضة، لأن منطقة الفيوم بالذات زي ما حضرتك عارف هي منخفض. والمنطقة دي تاريخية هامة جدا بالنسبة للدولة الوسطى، هي المصدر معلوماتنا من الدولة الوسطى جاي من المنطقة دي، الفيوم واللاهون. طب إحنا سمعنا إنه وشفنا مومياوات مترمية على الأرض، وقطع من الحاجات اللي اكتشفوها مترمية على الأرض، وجنب احنا شفناها حضرتك، ما عرفش شفت الحلقة اللي احنا عملناها، انا شفتها والموضوع ده حاليا، وجنب البوليس اللي جنبهم واتسرق من هناك حاجات. حاليا الموضوع ده بيقولوا في 55 سرقة، الموضوع ده كله في ايد النيابة حاليا. انا مش عايز اتدخل فيه لغاية ما النيابة هو تم ارسال لجنة من قبل الأثار قبل ما سلم العمل، إن هي عملت محاضر وعملت تقارير، وتم إرسال هذه التقارير إلى النيابة العامة وهي تقوم بالتحقيق فيه دلوقتي. لما يطلع نتيجة التحقيق هنشوف مين المتسبب وإذا كان هناك متسبب. كيفية المحافظة في المستقبل على مثل هذه الثروات؟ كيفية إيقاف الناس عن التنقيب غير المرخص؟ كيفية استيلاء الناس بشكل عشوائي على أراضي وتسويرها وحفرها بأمل العصور؟ ده بيقولوا فيه في نادي النصر في مصر الجديدة كنز. إيه حكاية الكنز؟ كنز إيه؟ حقيقة موضوع نادي النصر إن طلعت وحصل هبوط في الأرض، وجالي جواب من مدير مركز رئيس مجلس إدارة نادي النصر إن هناك فكر إن هناك كنز البارون إمبان. كنز البارون إمبان ده اللي قال لي في الخطاب، وانا مش تخصصي هذه الفتره، فسالت ايه هو كنز البارون إمبان، وبعتنا لجنه وشافت ان هو عباره عن هبوط في الارض. ورغم ذلك ان احنا بنشوف لو كان هتظهر حاجه في المستقبل، لكن الحقيقه بقى المره ان يوميا بيجي لي عشرات التليفونات وعشرات الخطابات، بيحفروا تحت بيتي علشان في كنز، بيحفروا تحت بيتي علشان في كنز. لدرجة ان واحد جالي بيقول لي انا بقى حتشبسوت جت وانا عارف مقبرتها. الناس بقى عندها هوس بالاثار المصريه، وان هناك دائما في هناك كنز، وفي مناطق من السابع المستحيل يبقى فيها اثار. احنا عارفين المناطق الى حد كبير اين هي الاثار موجوده لحد كبير، ففي مناطق حديثه جدا. ويقول لي واحد بيبقى عايز يشتكي جاره، فقول له انه بيحفر عشان يدور على كنز. طب البيوت تقع من كل واحد، ما هو ده اللي بيحصل. يوميا الشكاوى لا تتخيل حضرتك عددها بسبب هذا الموضوع، بقى عندهم هوس. ده لا يخفي او لا يمنع ان هناك حفر خلسه. حفر خلسه انا عندي ثلاث مناطق فعلا فيهم مشاكل، منطقه الحيبه ومنطقه إهناسيا ومنطقه اللاهون والمنطقه بتاعت مصر الوسطى يعني. فدي عندي مشكله فيها في ظل انفلات الامن اللي كان موجود، وفي ظل ان حتى ان الحراس بتاعي، انا عندي نوعين من الحراس، الغفر العاديين وعندي حراس الامن اللي هم المتعلمين. حراس الامن المتعلمين عايزين يتسلحهم، سلحنا بعضهم، ولكن هناك تخوف ايضا، لان هناك لما يكون في سلاح انا ببقى خايف على الناس بتوعي ان هم يتعرضوا للاذى بسبب السلاح. فعمليه ده جزء بقى من المنظومه اللي موجوده، ان احنا عايزين نحافظ نرجع الامن مره ثانيه. وانس ان هو رجع الامن مره ثانيه هيتم السيطره على كل حاجه، لكن احنا بناخد كل شيء يعني بطريقه فيه هو المتاح. لان انا مثلا عايز اروح ازور كذا منطقه دلوقتي، متخوف لان هناك المنطقه دي تحت يد عصابات، مش عصابات اثار لكن عصابات. زي مثلا لما يحصل زي ما حدث في الوادي الجديد، انا كنت عايز اروح الوادي الجديد قريب،
اللي بيحصل في الوادي الجديد هيمنعنا ان انا اقدر اروح الوادي الجديد او يمنع السائحين تروح الوادي الجديد. هناك متحف عايزين نفتتحه هناك اللي هو متحف هيبس في الوادي الجديد في منطقه الخارج، زي ما افتتحنا متحف في السويس، زي ما افتتحنا متحف في كومومبو. عايزين ننمي الخريطه السياحيه، نبدا مناطق جديده توضع على الخريطه السياحيه في مصر. فالانفلات الامني اللي موجود ده والعصابات اللي موجوده ديت هي اللي بتحد من نشاطنا وبتؤثر في السياحه. والحقيقه احنا بنشهد لسعاده اللواء المحافظ طارق المهدي على البطوله والجساره اللي هو عملها في مواجهه هذه العصابات. وناس تقول لك ايه، لا ده هو ازاي ينزل لهم وهو مش مستعد، ده هو غلطان. انه يعني معقوله يا ناس؟ يعني الراجل علشان وقف وطلع طبانجة وواجه المجرمين، صحيح ما يعرفش ان دول مية، يعني في عقله ما يتصورش مين اتفاجئ. فبدل ما نحييه ونقول منه جساره وبطوله، ومسؤول نزل برجليه في الشارع ووقف وبيدافع بنفسه عن البلد، ده احنا المفروض نعمل له تمثال. فال العصابات اللي موجودة زي المافيا اللي موجودة في الوادي الجديد اللي بتمنعنا النهاردة، بتمنع واحد زي حضرتك ان انت تروح تفتتحوا المتحف هناك او تطوروا وتوسعوا السياحة. في سينا برضو في نفس المشكلة، وفي في اثار في سينا طبعا. عندنا في سينا يعني من سينا لو بدأ ينظر ليها النظرة المفروضة هتكون هي المتنفس الوحيد لمصر. وعشان كده حتى رئيس الوزراء بيفكر عمل لجنة خاصة أو قطاع خاص، حاجة خاصة بسينا بس. وبالتالي زي ما بقولت حضرتك، أنا بدأنا في جنوب سينا، هنعمل المتحف بتاع شرم الشيخ. عندنا مناطق أثرية كتيرة في سينا، بس يتوفر فيها الأمن. بمجرد ما توفر فيها الأمن رجعت سينا زي ما احنا نضمن بقى المناطق اللي مش متوفر فيها الامن دي، ان في عصابات بتروح بتنهب وبتشيل ولوادر لا في سينا ما فيش موضوع اللوادر، اللوادر دي في اللاهون ديت ممكن لكن في سينا ما فيش اللوادر ديت، لان برضو سينا فيها عليها العين مسلطة اكثر على منطقة سيناء. يعني ازاي نحافظ على اثرنا من النهب؟ يعني ايه الخطوات لازم تتعمل دلوقتي حالا دلوقتي امبارح؟ الامن، الامن، ان احنا الامن، انا عليا جزء، داخليه عليها جزء، الناس نفسهم عليهم جزء. لان انا مش هقدر اعمل، يعني مفيش انسان هيقدر يعمل كل حاجه لوحده. لابد ان احنا نضع يدنا في يد بعض. لما يكون عندي واحد بيجي لي يبلغني ان حصلت حاجه بننتقل فورا. الامن بتاعي لابد ان هو يمارس عمله بمنتهى الامانه. يعني نفسي يتوفر لنا جزء الضمير، كل واحد يعمل عمله بمنتهى الأمانة. لو كل واحد عمل عمله، اللي بيشوف حاجة يبلغ عنها، بننتقل فورا ونعملها. زي ما أنا بقول لحضرتك إن أنا هروح يعملوا مكافآت للناس اللي تبلغ، وإحنا بنعمل وحصل وتم إعطاء مكافآت كثيرة لمن أبلغ من قبل يعني. لكن أنا هنتقل برضه، أنا مش بخاف، لأن أنا العمر واحد ورب واحد، فأنا هنتقل برضه أشوف إيه اللي ممكن عمله وأقرب مما تصوري منطقة، بالذات منطقة الحيبة اللي أثير عليها، مع إني عارفها كويس وعارف مشكلتها، لكن هنتقل إليها برضه، وهيكون معايا كل اللجنة اللي مسؤولة إن هي تمارس العمل بتاعها إن شاء الله. حضرتك على فكرة في منتهى الذكاء، وانا سالتك كذا سؤال وما ردتش عليا بصراحه، لكن ماشي يعني انا مش عايز حضرتك في السؤال ولا لا الله يخليك، بس يعني حضرتك بمنتهى الذكاء بتوديني في حقيقه ان حضرتك اسئلتك بتبقى متشعبه بشكل واسع جدا، وبالتالي انا بتوه مع حضرتك. شوف برضو بتوهني تاني اكتر. يعني احنا عايزين نخرج بنظره مستقبليه إيجابية، وحضرتك بتقول حاجة جميلة قوي، بتقول أنا في الفترة القصيرة الحكومة دي قاعدة، الحكومة دي قاعدة شهرين، قاعدة ست أشهر، قاعدة أكتر من كده، المهم في الفترة اللي أنا فيها هنا أنا عايز أعمل خطة مستقبلية. هل هنستمر؟ عشان حضرتك بتقول احنا بنعتمد على الموارد بتاعتنا، ما بناخدش فلوس من الحكومه، مع ان احنا المفروض تاخدوا فلوس لحمايه الاثار اساسا. يعني بتبني متحف جديد، المتحف اللي احنا شفنا الصور الالستريشن بتاعته دي، ده لو اتعمل يبقى حاجه فخر لمصر ان شاء الله، من اكبر متاحف العالم. يبقى في خطوات بتتعمل، عايزين نشوف تطوير لحراسه شديده ومشدده، عايزين نشوف قانون لحماية الآثار، لأن النظام البائد كانوا هيطلعوا
قانون للتجار بالآثار، يعني بيع واشتري وبتاع. في حوالي 26 ألف قطعة بيملكوها أشخاص، أو مملوكة قطع أثرية مملوكة لأسر وأشخاص. أنا عايز صح بس الكلمة مش مملوكة، هم حائزين ليها. حائزين يعني ورثوها. ورثوها فهو حائز ليها، لكن هي مملوكة للبلد. بتخضع لقانون الحيازة، هو حضرتك حارس عليها فقط. ما يقدرش يتصرف فيها. ما يقدرش يتصرف فيها إطلاقا. دلوقتي تبقى للقانون الجديد. ورغم ذلك هنعمل مع سواء مع كمجلس وزراء، ورثها واهله اشتروها له، بس خلاص ما لم تعد ملكا له، هو حائز لها. طب حائز هيعمل بيها ايه؟ يقول لك في واحد اسمه السيد حسام، مش عارفه الاسم عندي دلوقتي، عنده 11000 قطعه حاطتهم في مخزن. ايوه ما هو حائز لهم، عايز سنة المؤمنين هنستلمهم، لكن هو ما يقدرش يتصرف فيهم لا بالبيع ولا بالتغيير ولا باي حاجه، انهم مسجلين. لكن اولاده يورثهم. لكن هيعملوا بيهم ايه؟ طب ما بدام بتوع الدوله يبقى لهم ساعتها، يبقى ادوهم لنا مشكرين قوي. لكن هو بيعتبر حائز دي عندنا، عشان كده عندنا اداره اسمها اداره الحيازه. طب ونضمن ازاي ان هم مش هيخرجوا واحد حته بره؟ لانها مسجله تسجيلا دقيقا، بحيث ان محدش، وبارقام وبوصف وبصوره، محدش يقدر يتصرف في اي حاجه، لا بالتغيير ولا بالبيع ولا بالشراء ولا باي. بس في ناس اثرياء وفي امراء وفي اشتروهم بفلوس. ما بس هل خرجت بره مصر؟ ما وبعدين ده دول اللي ما خرجهمش. اللي بيحصل نوع من المرور من جهات طبعا شيء في إدارة الحيازة بتمر على الآثار دي يعني من حين لآخر عشان تأكد انها موجود. يعني طبعا دي اندر كنترول، يعني حتى حول حضرتك على اثناء الانفلات الامني اللي حصل في ميدان التحرير، كانت الجامعه الامريكيه عندها بعض الاثار عندها حوالي 4000 قطعه، حاولت تنقلها من الكامبس اللي موجود في التحرير الكامبس الجديد ده، تم بواسطتنا احنا شرطه السياحه والاثار مع الاثريين، هم اللي عملوا اقامه بعمليه النقل. وبيحطوهم في المخازن؟ لا هما بيحطوهم هناك بيحافظوا عليهم كويس طبعا، لانهم ممكن يتعرضوا. أيوة. لكن احنا اللي بنسيطر عليها، يعني حتى ما قدرناش نقولوهم من مكان لمكان الا بمعرفتنا. يعني ديت حضرتك تاكدي منها. يبقى مره اخرى احنا القلق الاساسي ان احنا نوقف نزيف السرقات والنهب للاثار والتنقيب غير المسؤول والشرعي والقانوني عن الاثار، واعتقد ان احنا لازم نجرم الناس اللي بتسرق الاثار، يعني يبقى في قانون تجريم حاسم لان ده تاريخنا. الحقيقه دلوقتي بنشتغل على زياده العقوبات، بنشتغل على القانون بتاع الاثار مره ثانيه، وبنزود بنغلظ العقوبات. وبعدين هقول لك حاجه غريبه، انا لما رحت مجلس الشعب كان هناك لقاء مع لجنه الثقافه والاعلام والسياحه، من هو يعني مفروض ان هو يعمل معي في هذا الاطار؟ احد ما يسمى بالسلفيين اللي هو حزب النور، يعني بيعمل معي في هذا الموضوع ان احنا هنغلظ العقوبه على سرقات الاثار. بمناسبة حيث ذكرت الإخوة السلفيين أعزاء، هناك بعض المتشددين، يعني طبعا هناك في التيار السلفي معتدلين وناس الحقيقة في منتهى الاحترام والثقافة والفكر المستنير اللي عايزين يطوروا البلد، ولكن لهم نظرة دينية يعني متشددة في طقوس الدينية، لكن بيحترموا التراث، بيحترموا ثقافة البلد. هناك بقى متشددين فيهم، يعني البعض منهم اللي طلعوا علينا بفتاوى غريبة جدا. احنا شفنا في أفغانستان فجروا الجبل، فجروا التمثال العملاق بتاع بودا اللي في الجبل، احنا عندنا هو على الشاشة دلوقتي، ما عارفش هتلحقوا تجيبوه ولا لا يا أماني. يعني يجي واحد يقول لي أنا عايز أفجر أبو سمبل، أصل صدرهم عريان، الحقيقة أصل دي تماثيل حرام. أنا لما تحدثت في هذا أكثر من مرة في أو نغطيهم بالشمع حصلت مرة واحدة سمعتها. أي وتحدثت مع كثيرين من حزب النور والسلفيين. أي. لم يردد أحد مثل هذه الدعوة على الإطلاق. أنا مؤمن مصري مصري. لم تحدث غير مرة واحدة. نحن 80 مليون مصري. لم نتحدث بهذا الموضوع، بل الإعلام معلش اسمحيني بقى وجه عتاب الإعلام إنه يطلع منها فزاعة جديدة ملهاش وجود. إذا كان هناك رأي واحد قال الكلام ده، ده لا يقول ان المصريين بيقولوا الكلام ده، ولا بيقول ان السلفيين بيقولوا الكلام ده، لانه زي ما بقول لحضرتك واحد بيعمل معي في موضوع ان احنا نغلظ العقوبه على اضرار بالاثار. كيف ياتي هذا يعني؟ عشان الوقت داهمنا، بس في سؤال بقى عايز اساله لحضرتك، الوقت معاك بيفوت بسرعه يا فندم، وان شاء الله نكرر اللقاءات دي. أنا تحت أمر. الهرم ماله؟ انقلوا لنا الهرم. نقلوا دي فين؟
ده هو ده مش ممكن ابدا، حتى لو قصدوا وطلعوا لهم القوانين وقال لهم تقدروا تنقلوه ما حدش هيقدر. الهرم، الهرم الاكبر يعني الاكبر، المثلث شكل الهرم بمقاييسه، حضرتك كلمتنا على ازاي تم البناء والصعوبه والمعجزه في بناء الهرم ده في حد ذاته. يقال المعجزه العلميه في مقاييس الهرم انها بتجعل الشكل المثلث ثلاثي الاضلاع ده بنفس النسب دي بالظبط، بيخزن الطاقه بشكل شوف حضرتك ابتسمت، انا بصراحه مصدقه في الحكايه دي، انه لو خدنا نفس المقاييس بتاعه الهرم وعملناها في شكل ازاز خشب مش خشب اي معدن اي حاجه، نفس النسب الهرميه دي العبقريه اللي توصل لها المصريين بتخلي ان اي حاجه تحطها داخل هذا البناء بتقدر تحافظ على الطاقه وتطول عمر الاشياء. يعني قيل انه لو حطيت تفاحه في الهرم او ورده او سن الموس الشفره هتفضل تزيد من كتر الطاقه اللي هي فيها. حضرتك الطاقه مش طيب في الطاقه طيب دي والسنين. انا سكت، انا ما كلمتش حضرتك، بتضحك عليا. لا هرد بعد حضرتك خلص. والشفره تبقى اكثر حده مليون مره، وانه التفاحه او الورده تعيش بدل ما تموت في 3 ايام او تدبل في تعفن في 3 ايام تعيش لمده مثلا اسبوع او 10 ايام. ان هناك سر طاقه قويه جدا داخل هذا الشكل الهرمي. في بعد كده بقى الشعوب الاخرى خدوا شكل الهرم وحطوه على الدولار وقالوا الماسونيين، وفي حفلات، صحيح الحفلات اللي اتمنعت دول بييجوا بيعملوا طقوس. هل وزارة الآثار في ناس بتيجي تعمل طقوس غريبة فيها؟ شو حضرتك سألتيني سؤالي ولما جاء سأل جواب حاجة تقولي لي ايه؟ طب يلا عشان وقت فضل يا فندم. أولا الهرم أي. لم يجي يعني خطوة واحدة، كان تطور طبعا مصطبة وعدة مصاطب ثم محاولة فكرة الوصول إلى فكرة الهرم الكامل، سواء من منطقة ميدوم مرورا بدهشور إلى أن وصلنا الهرم الأكبر اللي هو الهرم الكامل. لو سلمنا جمال الدلالة، أنا هكلمك من ناحية العلمية البحتة مش كمرشد سياحي بقى. أنا بكلمك من ناحية العلمية البحتة. لو سلمنا جدلا أن الشكل الهرمي أو الشكل اللي هو موجود ده سوف يحافظ على الجثمان اللي موجود داخله من التحلل، لما اخترع المصريون التحنيط. لا هو مش هيحافظ على طول، هو بيحافظ مدة 10 أيام على الإطلاق، بيكسف على الإطلاق. الطاقة على الإطلاق. أنا لا أؤمن بهذا على الإطلاق شخصيا. أنا لا أؤمن بهذا. هناك ناس كثير علماء موجود خاصة موجودين في الأمريكان بيؤمنوا بهذه الفكرة، لكن أنا لا أؤمن بها. موضوع بقى أن إحنا بيحافظ حاجة والشفرة الحلاقة، ما كانش عندهم شفرة حلاقة عشان يعملوا. لا إحنا بنقول دلوقتي لو عملنا كده ربما ربما، لكن أنا النسب بتاعة المثلث ده لا أستطيع. نسب سحرية. أنا لا مش سحرية ماجيك، لا نسب عملية برضو، نسب عملية هندسية بحتة، هندسية هندسية بحتة، تكثيف الطاقة. هي مش طاقة، هندسية بحتة. إن الهرم لو الضلع بتاعه أو زاوية الميل على الأرض اتفتح شوية هيعلو قوي، زي ما حصل اضطر كسرها في دهشور. وبالتالي هي عمليات هندسية بحتة. إن الهرم عشان يبقى متاخد شكله الجيد والمتماسك لابد بيكون بهذه النسب، فعملية هندسية بحتة. زي تعامد الشمس على رمسيس الثالث يوم واحد في السنة من البتاع ده عبقرية هندسية. تعامد الشمس بالنسبة لأبو سمبل على رمسيس الثاني في داخل المعبد يومين في السنة. يقال إن هو، أنا برضو مش عايز يعني أهدم الفكرة، لأن ما هنا ما فيش هناك دليل وسند علمي يردد لهذا. يقولوا يوم ميلاده ويوم تتويجه بيحصل في نفس يوم في السنه كل بيحصل سنه، بيحصل قبلها ثلاث ايام لو عايز الحقيقه بقى، بيحصل ثلاث ايام واربع قبلها بعد زي. قال لي انا كنت بشتغل هناك وعارف، لكن على سبيل الفانتزي اوكي. لكن لما اجي اقول بقى ان الهرم، لا الهرم دي نسب هندسيه لن تصح كهرم الا بهذه النسب، وبالتالي ملهاش دعوه بقى بالطاقه ولا بغيره. وانا بس هتجنن لما بروح كده عشان انا اتربيت في الهرم. مذهل. انا لما يعني انا اتربيت في الهرم على فكره، كنت بشوفه من بيتنا من وانا صغيره. وكانت الدنيا بقى ما فيش بقى شارع الملك فيصل والحاجات دي، فكنت من على المدى. لكن كنت كل ما اروح اقف تحت الهرم كده ابص يحصل لي حاله ذهول. عشان كده هو احد عجائب الدنيا السبع. ازاي عرفوا حطوا الحجاره دي فوق بعض؟
عرفتوها عن طريق الرامبس او الطرق الصاعده. يعني يبنوا طريق يبنوا الاول صف من الاحجار. أيوة. وبعدين يعملوا طريق صاعد ويتسحب الاحجار وهكذا ويسيبوا الفراغات الداخليه. بس يعني ده ضد الجاذبيه الارض يعني، يعني عبقريه برضه. لانك عشان كده كان الرامب ده او الطريق الصاعد ده بيطول على حسب المساحه عشان ما يبقاش زاويه الميل بتاعته عاليه قوي فيقوم يجهد. أيوة. يعني خد بالظبط قد ايه؟ عبقريه. ايوه خد كام سنه؟ 23 سنه. 23 سنه فعلا يعني. والله في عمر الزمن برضو مش هقول في عمر دلوقتي برضو مش هقول سنة. هقول 23 فترة فيضان لأنهم كانوا بيشتغلوا فترات الفيضان بالنسبة لتكثيف اليد العاملة في المنطقة. ده حضرتك لو بنغير الحمام في البيت بنقعد 3 سنين. عشان كده قلت حضرتك إيه؟ ده معجزة. أولا الإيمان والتنظيم. وهي دي فعلا سر عبقرية المصري، الإيمان والتنظيم. احنا عندنا الايمان الحمد لله، عايزين بقى التنظيم مش كده؟ احنا محتاجين يعني في الفتره دي وعايزين الحب، وعايزين الحب، وعايزين النظره للمستقبل، نرمم نفسنا من الداخل. استاذ الاثار بيقول لي لابد ان نرمم انفسنا من الداخل، ونرمم انفسنا اذا استخدمنا الكلمه بالحب يا رب، والايمان والنظام او التنظيم. شكرا معالي الوزير. الحقيقه الحديث انا عندي اسئله كتير قوي، بس انا كان نفسي حاجات كتير تتفتح الحقيقه يعني. طب ما نعمل جزء تاني ان شاء الله باذن الله، يكون لنا لقاء قادم باذن الله. بنشكر معالي الوزير محمد ابراهيم، وعلى فكره في الوزاره 2 محمد ابراهيم، فبتعملوا ايه؟ هو محمد ابراهيم يوسف اللي هو محمد ابراهيم، وانا محمد ابراهيم علي. شكرا يا فندم. وزير الاثار سعاده الدكتور محمد ابراهيم علي، شكرا يا فندم، وان شاء الله يكون لنا جزء تاني بقى نقول حاجات كتيره جدا تحت امر حضرتك وتحت امر الساده المشاهدين. الله يخليك يا فندم، شكرا، ونرجع لكم بعد شويه. جرت بالكاتدرائيه المرقصيه بالقاهره احتفالات تنصيب البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية. وشهد الاحتفال السيد صلاح الشاهد مندوبا عن السيد الرئيس، ودكتور محمود فوزي رئيس الوزراء، وسيد حافظ بدوي رئيس مجلس الشعب، ودكتور محمد عبد القادر حاتم نائب رئيس الوزراء ووزير الثقافة والإعلام، وعدد من السادة الوزراء وكبار الشخصيات، ووفود تمثل مختلف الكنائس العالمية، وأكثر من 10,000 مواطن. وجرت مراسم التنصيب في جو مهيب. وأمام الهيكل المقدس ألبس الأنبا شنودة ملابس البابوية. وسلمه القائم مقام البطريركي تقليد رياسة الكهنوت. وبعد أن تسلم البابا عصا الرعاية لبس التاج البطريركي المحلى بالذهب والماس. ثوري بامتياز، أديب مختلف وباحث متعمق يبحث في بطون الكتب عن مغزى كلمة وطن، ويطرح في مقالاته حلولا لمشكلات الوطن. معنا الصديق الأستاذ الدكتور عمار علي حسن، الروائي والباحث في العلوم السياسية، وطبعا من مؤسسي البرنامج. يعني لما بيفوت أسبوع من غير ما يجي بنحس إن إحنا يعني ناقصنا حاجات كتيرة قوية. إزيك يا دكتور؟ شكرا. زي الصحة وكله تمام؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. يعني تأخر كثيرا انه ينضم الينا، ودي كانت مشكلتنا مش مشكلته هو. هو كاتب صحفي تغلف السخرية مرارة الواقع الذي يرصده بمهارة. هو شاهد على تحولات الوطن بحلوه ومره، يسجلها في مقالاته اليومية في اليوم السابع. معنا الأستاذ أكرم القصاص، مدير تحرير اليوم السابع. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. انت بقى من عند الحبايب. احنا بقيت رئيس التحرير التنفيذي. والله رئيس التحرير التنفيذي. يعني احنا كده ما نراقبش على الهواء رئيس تحرير تنفيذي. ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك. احنا طبعا اليوم السابع احنا في بيننا وبينه من اول يوم طبعاً علاقة ود وصداقة وزمالة، ويعني دايما بنقرا مع المشاهدين منشطات الغد منك ومن الاخبار ومن يا جماعة الحرية والعدالة راحت فين؟ كانوا بيبعتوا لنا وبعدين بطلوا. يعني فين الحرية والعدالة؟ ما تسألوا لنا كده ليه ما عادتش بتيجي؟ بما اننا بنتكلم على الحرية والعدالة، طبعا النهارده في اخبار مهمه جدا.
لازم نبدأها على الفور طبعا بخبر طبعا وفاة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. والجنازة سوف تقام يوم الثلاثاء المقبل في المقر البابوي بالعباسية، حيث سيحضرها رموز وقيادات المجتمع وألاف المواطنين. وبوابة الأهرام علمت أنه لم يتقرر بعد أين سيدفن جثمان البابا، وهناك ثلاثة أماكن مرشحة لذلك: المقر البابوي بالعباسية، أو دير الأنبا بشوي، أو دير السريان في وادي النطرون، حيث عاش البابا أيام رهبنته، وسيعلن ذلك في غضون ساعات. الأساتذة طبعا إحنا يعني خبر صادم لكل المصريين، لأنه كان رمز وشخصية وطنية. الأخبار طبعا جت اهي، شفت إحنا قلنا اليوم السابع من هنا الأخبار طلعت على طول. الأخبار هنقول والله اليوم السابع طبعا الثانية كمان إحنا عندنا الطبعة الأولانية. رحيل البابا شنودة طبعا حيتصدر كل الصحف غدا. البطريرك وفاته المنية مساء أمس بعد صراع مع المرض. المجلس العسكري يعزي شعب مصر، والجنزوري ينعي الفقيد للأمة. والسؤال المطروح في الصفحة الأولى في الأخبار غدا، اللي هو السؤال الذي يجول في عقولنا جميعا: من يخلف شنودة الثالث على الكرسي البابوي، وما تأثير ذلك على الدور السياسي وليس فقط الدور الديني الذي كان يقوم به البابا شنودة الراحل رحمه الله؟ فالقادم الذي سيجلس على الكرسي البابوي، هل سيقوم بنفس الدور؟ هناك ربما قلق أو توجس لدى بعض المجموعات من أقباط مصر، يتساءلون فيما بينهم الآن ماذا سيحدث لنا، من سيحمينا سياسيا ويقودون دينيا. دكتور عمر، الإجابة على السؤال ده تتطلب الرجوع إلى مرحلة ما قبل البابا شنودة، الأنبا كرولوس وأداؤه، وأيضا تتطلب يعني وضع البابا شنودة في سياقه التاريخي. لأن البابا شنودة تولى قيادة الكنيسة في وقت حدث فيه صعود شديد للتيار الديني، ودخول في مواجهة يعني في حضن النظام ابتداء في السبعينات، ثم في مواجهة على مدار العقود حتى ثورة 25 يناير. وأيضا ظهر صعد الدين كعنصر للصراع في العلاقات الدولية كلها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي سنة 91، وضرورة أن تبحث الولايات المتحدة الأمريكية عن عدو جديد، حدثت عن الإسلام، صعد دور الدين في الصراعات الدولية، وده كان مقصود. بدأ كثير من الباحثين ينظرون على أن الدين صار عنصر من عناصر الصراع، تتحدث عن صراع الحضارات وصراع الهويات وشيء من هذا القبيل. لا يمكن أن احنا نفسر أداء البابا شنودة بعيد عن السياق المحلي والسياق الدولي. الآن بعد ثورة 25 يناير، وبعد ما حدث تغيير وتراجع الغرب عن نظرية صدام الحضارات، هل البابا الجديد يعني هو ولد في سياق جديد؟ في نزوع كبير من الأقباط أن هم يمارسوا السياسة من خارج الكنيسة بعد ثورة 25 يناير اللي فتحت شرايين المجتمع، وهناك أحزاب عديدة نشأت، وهناك جيل جديد ظهر بين الأقباط يريد أن يمارس السياسة بشكل طبيعي وبعيد عن الكنيسة. ونتذكر جيدا في أحد اعتصامات مزبيرو حين طلب البابا من الشباب أن يعودوا إلى منازلهم، لم يعودوا لأنه هو شباب جديد، توجهه جديد، انخرط مع ثورة 25 يناير اللي تمردت على كل المؤسسات التي كانت تخضع للنظام السابق. فالبابا الجديد جاي في 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 ظل هذا السياق العام، في وجود نزوع من الأقباط لممارسة السياسة خارج الكنيسة وفي المجتمع العام وفي مؤسساتها الطبيعية، أحزاب، نقابات، مؤسسات مجتمع مدني، ائتلافات، حركات، وأيضا الكلام على سلطة جديدة تحترم حقوق المواطنين في ظل نظام ما بعد 25 يناير. اللي جاي إيه
في السنين اللي المقبلة هل هيحتضن الأقباط كجزء من الجماعة الوطنية، وبالتالي إذا أراد البابا القادم أن يلعب نفس الدور السياسي لا يجد ذريعة لذلك، أم العكس هذا هو الذي سيحدد في حقيقة الأمر دور البابا الجديد بعد البابا شنودة؟ الحقيقة ده كلام مهم جدا أستاذ أكرم، يعني وإحنا داخلين نحن الآن في انتظار بابا جديد ورئيس جديد وحقبة جديدة مختلفة تماما في حياتنا. بالتأكيد دخول البابا الجديد إلى المشهد الآن يختلف، لأن التوجه يختلف عن السبعينيات تماما. وهل وبعد الثورة لاحظنا أن هناك تقوقع على الذات لدى الأقباط ومخاوف وتوجه وناس بتقول لك أنا هاجر وأنا أترك البلد. هذا التقوقع على الذات سمعنا لأول مرة كلمة الشعب القبطي، وإن البابا هو الرئيس هذا الشعب ويتحدث باسمه وهو الأب والرئيس، الأب الروحي والرئيس. فهل الشكل القيادة الجديدة في الكنيسة أو القيادة الكنسية الجديدة هتختلف؟ هل سيقوم زي ما طرح الدكتور بلعب دور سياسي؟ وما هي هذا طبعا الدور؟ اللي هيجي هيبقى مختلف تماما عن دور البابا شنودة، لان البابا شنودة بينتمي الى جيل اللي هو جيل الابطال او الحاكم الفرد. دوره طبعا اتسع جدا كرد فعل ايضا لدخول الاسلام السياسي في الحياه السياسيه المصريه بشكل واسع منذ السبعينات الى الان. الحقيقه ان البابا شنودة بينتمي برضو الجيل كان مسيس جدا، وكان هو يعني حريص على شعره معاويه في السياسه، وكان عنده درجه عاليه جدا من الوطنيه كان بيتعامل بيها. اتصور انه زي ما الرئيس اللي جاي مش هيبقى هو الرئيس الفرد، لانه اعتقد بعد ثوره يناير او حتى قبلها بفتره السلطه كلها بتتغير في العالم. فكره البطل والفرد الذي يتحكم في كل شيء بتتفكك في مقابل انه لازم يبقى فيه مؤسسات وغيره. بالنسبه لقلق الاقباط هو جزء من القلق المصري العام على شكل المستقبل. يعني حتى هم مخاوف الاقباط مش لازم تبقى مخاوف قبطيه، وهم ربما شايفينها كده، لكن هي متصله بناس بيتكلموا على الدوله المدنيه وشكل الدوله وغيرها. وبالتالي فأتصور أنه التمرد على الدور السياسي للكنيسة بدأ منذ ما قبل ثورة 25 يناير، لأنه لو إحنا فاكرين أنه بعد القديسين والمظاهرات اللي طلعت وقطع الطرق ده كان لسه موجود، النظام موجود في يناير وطلعوا على الطريق الدائري، وبالتالي ما كانتش الكنيسة قادرة على أنها تتحكم أو تمنع الأقباط من أنهم يخرجوا في مظاهرات وغيره. نفس اللي حصل بعد كده، وفي مسبيرو كانوا بيتمردوا على تعليمات الكنيسة، وبالتالي يعني فكرة التقوقع أو المخاوف اللي حصلة أعتقد أن هي مخاوف مرتبطة بالشأن العام بشكل عام. والأقباط الحقيقة أنهم بدأوا يدخلوا في السياسة ويدخلوا في النقابات المهنية بشكل كتف بكتف، ربما بشكل أقوى من فكرة أنهم يبقوا مجرد رقم داخل التفاصيل. وهم الأقباط أصلا رقم في السياسة بشكل واضح دايما طول الوقت، هم هيدوا لمين؟ فكرة مش طائفية بقدر ما هي أن ما أصبحوا دلوقتي قادرين على أنهم يخوضوا أمورهم بعيدا عن الكنيسة، لكن ستظل المخاوف موجودة قائمة طالما أن الإسلام السياسي موجود ولم يخرج تطمينات، لأن التطمينات اللي موجودة فيها جزء مجرد تصريحات وكلام على شكل الدستور ودور الأقباط والمادة الثانية وشرائعهم فهذا الكلام مطروح قبل رحيل البابا وبعده. في هذا السياق أتصور أن الشخص اللي جاي سيكون مجموعة أشخاص، يعني زي ما احنا بنقول أنه تفكيك سلطة الرئيس في مصر بشكل أنه ما عادش الرئيس الفرد اللي هو بيعالج الناس على نفقة الدولة ويغير الدستور ويغير البرلمان ويحل البرلمان ويبقى يرقص القضاء والشرطة، كل ده خلص، ما عادش أصبح فيه رئيس له صلاحيات واضحة وكلام واضح في الدستور يمكن الأخذ والرد معهم بصلاحيات البرلمان بصلاحيات القضاء اللي هو يبقى حاسم في كل شيء. وبالتالي فالبابا اللي جاي ده ربما يبقى مجموعة أفراد بيديروا الكنيسة في الشأن الديني، لكن دون أن يعني أن هناك انتهاء مباشر ومفاجئ لتأثير السياسي للكنيسة، لأنه سنوات طويلة تربو على 40 عاما في ارتباط شديد جدا بين الكنيسة والسياسة. بابا شنودة كان له آراء واضحة في السياسة سواء في الخارج أو في الداخل، في العلاقة بإسرائيل، في منع التطبيع، في منع الأقباط من السفر إلى القدس، في قضايا وطنية، في علاقته بأقباط المهجر، في علاقته بالداخل. الحقيقة كان بيمسك خيوط كتيرة، وهذه السلطات زي سلطات الرئيس
قبل كده حينما تسقط وتتفكك أعتقد أنها قد تهدد بمشكلات ومصادمات داخل الكنيسة في حسم الخليفة القادم الذي سيمتلك أجزاء من سلطات البابا، لكن أتصور أنه لن يصل يعني إلى هذه القدرة الفردية للبابا. دكتور عمار، كان من الأسماء المرشحة أو الأسماء التي تتردد الأنبا بيشوي، والأنبا بيشوي كان له موقف مع دكتور سليم العوى، حصل صدام، نوع من الصدام حول موضوع الأسلحة، وجود الأسلحة في الكنائس، وكان أيضا هناك محاضرة للأنبا بيشوي يعني لم تكن من المفروض أنها كانت أسرار كنسية وما كانش مفروض تخرج للإعلام، لكنها خرجت للإعلام. وصفت الأنبا بيشوي بأنه يعني متشدد بشكل مبالغ فيه. رأي حضرتك، وشوفنا المرشد العام للإخوان المسلمين قام بزيارة البابا وحصل بينهم يعني علاقات في وشوفنا مرشحين أقباط في الحرية والعدالة، فهل يعني رأيك في القادم وطرح اسم الأنبا بيشوي والموقف التيار الإسلامي أو الحرية والعدالة بالتحديد من محاولة احتواء الأقباط؟ هو في حقيقة الأمر مسؤولية اختيار البابا المقبل هي مسؤولية المؤسسة الكنسية، صحيح، وليست أي طرف آخر. وهناك فرق بين الإنسان حين يكون في يعني الرجل الثاني أو الثالث كيف يتصرف وكيف يفكر وكيف يفعل وكيف يتكلم، وبينه أن يكون في الموقع الأول. يعني لا أستطيع أن أنا أحكم على الأنبا بيشوي وهو الرجل الثاني الذي كان أحيانا يتسبب في مشكلات كثيرة جدا، منها المشكلة التي خلقت احتقان شديد جدا في المجتمع هي المحاضرة التي سربت إلى جريدة المصر اليوم. أيوة. وبين هو يكون في الموقع الأول، لأن هناك رجل في الموقع الأول استطاع أن يتدخل ويمتص بشكل أو بآخر هذا الاحتقان، وللأسف دي كان جزء من لعبة سياسية في موجودة في البلد في ذلك الوقت، وأقحم فيها الدين بهذه الطريقة. والأخطر في هذه المسألة أن المسألة ليس سجالا حول حقوق أو حول مشكلة طائفية أو حول امرأة مسيحية أسلمت أو العكس، إنما كان دخول على العقيدة في حد ذاتها، وده خطر شديد لا مطلوب أن الشيوخ الإسلام يتحدثوا بهذه الطريقة على العقيدة المسيحية، ولا مقبول أن شيوخ أن القساوسة والآباء يتحدثوا عن الإسلام بهذه الطريقة، وده كان حاجة غير معهودة على فكرة في تاريخ الكنيسة. يعني في لأن المسؤولين الكبار يمكن شيخ جامعي يتحدث، لكن يتحدث شيخ الأزهر أو يتحدث فضيلة المفتي، لا، ده مسؤول كبير يؤخذ من كلامه. كذلك الرجال أو الآباء الكنيسة. فالأنبا بيشوي إذا نظر إليه باعتباره رجل متشدد، أتصور أن كان هذا جزء حسب ما فهمنا وقرأنا لبعض أصدقائنا من الباحثين الأقباط المسيحيين، أن ده كان جزء في من الصراعات ما دون البابا شنودة، يعني صراعات بين الكهنة، كبار الكهنة على من يخلف البابا شنودة، وكل منهم يريد أن يعزز نفوذه ويثبت للأقباط أنه الرجل القادر على قيادتهم في المستقبل. يمكن كان هذا هو الدافع الذي جعل الأنبا بيشوي يتصرف بهذه الطريقة، لكن هل لو اختير بابا وارتاح ونال ما كان يقصد أو يريد سيتصرف بنفس الطريقة؟ لا أعتقد. سيتصرف طبعا بمسؤولية شديدة، لأني دائما هيبقى فيه مقارنة بينه أو مضاهاة بينه وبين البابا شنودة. أيضا إن هو جاي في سياق تاريخي في عدد ضخم جدا من المسيحيين في مصر لا يريد وصايا من الكنيسة عليهم في السياسة، يريد أن يمارسوا السياسة مع مش لهم مثل المسلمين، ضد تدخل الأزهر، ضد تدخل الكنيسة بشكل مباشر، ويمارسوا السياسة من خلال منابرها الطبيعية وليس من خلال المؤسسات الدينية، لا سيما في ظل النقد المتصاعد لفكرة خلط الدين بالسلطة الموجودة في مصر، ولأن تجد بعض المؤسسات وعلى رأسها مؤسسة مجلس الشعب.
المنصب في حد ذاته ليس منصب، هو برضو في جزء سياسي، لأنه ليس لا يقتصر على مصر فقط، لأن البابا هو بابا الكنائس المرقصية في إثيوبيا، في الحبشة، في المهجر، يعني في لي امتداد ولي قوة وقام بدور في إثيوبيا. عقب طبعا عقب، يعني ما نقدرش ننسى الدور الذي قام به البابا شنودة. لا البابا شنودة أو الكنيسة الأرثوذكسية في العلاقات الدولية، الكنيسة الأرثوذكسية هي مسار في المسيحية. أيوة. مش مجرد كنيسة في مصر، هي مسار في المسيحية. لو رجعنا بقى لتاريخ النضال ضد الرومان والتمسك بالعقيدة وفي اختلاف بين الاثنين، وازاي هي مسار أصيل من مسارات المسيحية في العالم، تكلم عن الأرثوذكس في يوغوسلافيا، في روسيا، في إثيوبيا، في مختلف أنحاء العالم، في رأسهم هي الكنيسة المصرية. وعشان كده الكنيسة المصرية يمكن تلعب دور كبير جدا لصالح الدولة المصرية، شأنها شأن الأزهر في الفترة المقبلة، لكن تحتاج إلى نظام سياسي ذكي يوظف هذه الطاقات الروحية هنا وهناك لخدمة الدولة المصرية. هو كان أيضا رجل دولة، وربما كان يؤخذ عليه أحيانا في أنه في عز الأزمات أنه بياخد الموقف الوطني المصري ده طول الوقت الحقيقة، أو يأخذ صف الدولة سواء اتفقنا أو اختلفنا معها، لكنه كان لي مواقف. هل ده مجرد سؤال أنا يعني معلش أعذره جهلي، هل ممكن يكون في تأثير من جهات ما، يعني هل مثلا المجلس العسكري يكون له تأثير في اختيار البابا القادم؟ بالقطع، يعني في عوامل كتيرة جدا بتتحكم في ظل الأزمات يعني الطائفية، يعني لا يمكن أن نفصل الكنيسة عن المجتمع المصري، حتى المسلمين نفسهم ربما يكون لهم دخل، لأنه علاقة البابا القادم الدكتور عمار أثار ما يخص الأنبا بيشوي، ما يخص ده بالتأكيد سيكون في وجهة النظر حتى في خلفيات الأداء. قطعا لازم بيكون فيه أدوار مختلفة، لأنه لو احنا فاكرين أنه البابا شنودة لما جه في 71 كان في أدوار للدولة وحسم وفي منافسات وفي أشخاص مطروحين، التعميم في فكرة أنه يبقى فيه علاقات وتدخلات في المناصب اللي لها ذات بال سياسي زي شيخ الأزهر زي غيره، ما نقدرش يعني نسحب أنه ما فيش تأثيرات، خاصة أنه الدولة المصرية متداخلة، وزي ما احنا قلنا أنه البابا شنودة كان بيتدخل جدا في السياسة، وكان يعني ممن يملكون شعرة معاوية اللي هو الشد والجذب والعلاقة بأقباط المهجر والعلاقة بكل الكنائس الأرثوذكسية عبر العالم، وعدد كبير جدا من المصريين في الخارج، فبيتحكم في كل ده وبيحكمه. وكان طوال الوقت ما يحصل حاجة برا من أقباط المهجر كان الرئيس السادات بيجي يلوم البابا أو يوجهه ويقول له أنه أنت وبالتالي فربما حتى لو مش دور مباشر أو لعب مباشر، لكن بالتأكيد في حتى في الكنيسة الكاثوليكية عبر العالم بيكون في تأثيرات مختلفة للناس. المجتمع المصري لو في حد علاقته فيها شد وجذب بين الأقباط بالتأكيد هتبقى مراعاة في اختيار البابا القادم، في اختيار البابا اللي هيبقى موجود له علاقة بالمسلمين وعلاقة بالأقباط وعلاقة بالطوائف المسيحية الأخرى، وبالتالي فبالتأكيد سيكون هناك أدوار مختلفة لأجهزة العلم حتى لو بشكل مباشر. قانونيا ما فيش يصدر قرار من رئيس الجمهورية، هو الكنيسة بتختار وبعدين بيصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين، يعني الكنيسة بتعرض اسم واحد أو يعني بيحددوه، وبعدين لو في صراعات أقول لك في فرق، يعني لما كان في صراعات بين المتى المسكين والبابا شنودة حوالين من يخلف الأنبا كرولوس، الدولة مالت لصالح البابا شنودة، فلو في صراعات ما بعد البابا شنودة بين الآباء ممكن هنا دور النظام الحاكم، دور المجلس العسكري يتصاعد في صناعة قرار اختيار البابا. ده من الناحية العملية. من الناحية الشكلية ان عقب الاختيار بيصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين من يسمى بابا للبابا الإسكندرية وبطريق الكرازة المرقصية، دي مسألة بروتوكولية، ورئيس الجمهورية غائب الآن، من حل محله والمجلس العسكري ولديه صلاحيات رئيس الجمهورية لحين انتخاب رئيس ثم يسلمه الصلاحيات التنفيذية، فإذا سيصدر قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعيين
فلان الفلاني أو الأنبا فلان بطريرك الأقباط في مصر. ده القرار اللي منتظر. من الناحية الواقعية بتتدخل الأجهزة لما يبقى في صراعات، سواء الأجهزة الأمنية أو سلطة الدولة. إذا لم تكن هناك صراعات ما بعد البابا شنودة حول من يخلفه، فإلى حد كبير بتتقلص سلطة التدخل من قبل النظام الحاكم، والأقباط بيختاروا ويبقى دوره فقط إن هو يعين. وعلى فكرة يعني إحنا لو رجعنا لورا، ما هي الحالة دي أشبه بحالة الأزهر وحالة المجلس على الطرق الصوفية. المجلس على الطرق الصوفية لما كان في صراع تدخلت الدولة وعينت واحد من الحزب الوطني شيخ مشايخ الطرق الصوفية، رغم أن التقاليد كانت تقول أن الأكبر سنا هو الذي يخلف الشيخ إذا توفى شيخ المشايخ، لكن تدخلت في إطار ترتيب الدولة الجمال مبارك شيخ أزهر من الحزب الوطني، مجلس شيخ مشايخ طرق الصوفية من الحزب الوطني، وهكذا انتهزت فرصة أن وجود في صراعات داخل الطرق الصوفية وأن ما فيش اتفاق على أحد. هنا بتتصاعد الدور أو الوزن النسبي للنظام الحاكم في صناعة قرار اختيار من يقود إذا كانت هناك صراعات. ده الأمر ده ينطبق تماما على الكنيسة. ماذا عن وضع المجمع المقدس؟ يعني يقال إنه هو المجمع المقدس بيختار ثلاثة وممكن يكون فيهم واحد ليه أصوات أكتر من التاني، لكن الثلاثة بيدخلوا غرفة مظلمة ويدخل عليهم طفل صغير يسحب واحد منهم حتى لو كان حصل على أقل الأصوات، لكن هذا هو الاختيار الرباني. ماذا سيحدث هنا بقى إذا كان هل بقى هنا المجلس العسكري أو الدولة أو من يمثل الرئيس هيقول أنا عايز من الثلاثة دول؟ يعني هيحدد ثلاث أسئلة؟ لا لا لا، أنا أعتقد في الحالة دي هتترك الحرية كاملة للاختيار. لكن لو أن هناك صراعات أكيد الصراعات هي التي تحصل. الصراعات هي التي تحصل. يعني لو في صراعات هيحصل تدخل، لو ما فيش صراعات وتمت الأمور بسلاسة ما حدش هيتدخل. الحقيقة احنا عايزين يعني ناخد تعليقات المشاهدين ومداخلاتهم معانا على nasbook.tv، وأسئلة طبعا لسعادة الدكتور عمار علي حسن وأستاذنا الفاضل نائب أنا أسفة الرئيس التنفيذي رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع الأستاذ أكرم القصاص. أنا عايزة بس أقول لكم أنه البابا شنودة كان شخصية مبهرة طبعا، وكان له حضور طاغي، كان كاريزما وكاريزما وخفة ظل الإنسان طبعا المصري البسيط، يعني يجعلك تبتسم. أنا أذكر لقاء لي كان معه منذ سنوات طويلة خالص، وكان في هذه الحلقة وكنا نتحدث عن محاولات إسرائيل لبناء أنفاق تحت المسجد الأقصى في محاولة الترتيب لبناء، ويقولوا اكتشفنا هيكل سليمان ويعني هدم المسجد الأقصى. ويمكن أنا لما كنت قابلت قداسة البابا من 14 سنة 15 سنة كان في نفقين تم حفروهم تحت. النهاردة احتفلوا السنة دي بالنفق 36. لكن أذكر لقائي معه وكان في نفس الحلقة فضيلة الشيخ طنطاوي رحمه الله، ما كانوش في وقت واحد، سجلت مع كل واحد منهم على حدة، وكان ليه تعليق. وأنا فاكرة في اليوم ده قال لي محاولة هدم المسجد الأقصى وبناء هيكل سليمان موجودة في كل الكتب، وفاكرة كويس قوي جملته، قال لي لكن العرب لا يقرؤون. بتذكر اليوم ده ولقائي مع قداسة البابا ونترحم عليه. عبادة العبادة اليهودية في هذا الهيكل، فهم بيقيموا حفريات تحت المسجد الأقصى يريدون أن يقنعوا الناس بأن الهيكل تحت المسجد الأقصى وقدس الأقداس تحت قبة الصخر. إذن لكي يقيموا الهيكل لابد من حاجة من حاجتين، إما أنهم يهدوا المسجد الأقصى، وفي هذه الحالة لا يبالون إطلاقا بكل
مشاعر المسلمين في العالم كله، ولا أيضا بمشاعر الأقباط ولا المسيحيين، لأن المسيحيين لا يقبلوا إطلاقا أن يعتدى على أماكن للعبادة، والذي يهدم المسجد الأقصى الآن ممكن يهدم أي كنائس مسيحية فيما بعد. هي المهم احترام أماكن العبادة. هو بدون مقاطعة قداستك، هو مسار النفق في البلدة القديمة بيوضح المدخل الجديد للنفق بيسير موازيا للحرم القديم ومخترقا طريق الآلام الذي يخص أقباط مصر حتى كنيسة القيامة وأسفلها. فكلام قداستك إن الهدف هو هدم المسجد الأقصى وحتى الوصول إلى كنيسة القيامة أيضا. هو اللي عايز أقوله إن الهدف عندهم هو بناء الهيكل. أيوة. فالمهم كيف يمكن أن يبنى الهيكل، يعني ليس بهدم مقدساتنا، بهدم مقدساتنا. أيوة. الذي يريد أن يأخذ معلومات أكثر عن هذا الموضوع يقرأ الكتب التي نشرت في الخارج. أيوة. وعندنا بعض منها عن مشروعاتهم لبناء الهيكل. أيوة. لدرجة حضروا الخرائط وحضروا قطع الهيكل يبقى تركيبها بطريقة بريفابريكيتد. يعني بتتصنع. احنا عندنا صورة للهيكل، عندنا حتى خريطة أو صورة لشكل الهيكل. المكت. موضبين كل حاجة. الصورة كان والمكان، وحضرتك بتقول لنا خبر كمان انه بريفابريكيتد كمان. طبعا الحاجات دي بيشتغلوها. ايوه. وحضروا الكهنوت. ايوه. وحضروا الكتب والقراءات. يهمهم جدا عوده العباده اليوم.